السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم ويومنا الجديد مع البريمو، وحضراتكم إن شاء الله تبقوا مستمتعين بهذه الحلقة. إن شاء الله هيكون معنا كابتن محمود أبو الدهب، طبعا نجم الدائم للبريمو، أيضا كابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، وضيفنا الدائم إن شاء الله يكون يعني عند حسن ظنكم. في الحقيقة النهاردة سعداء بأداء منتخبنا الوطني الأولمبي وفوز النهاردة على بطل العالم والتصنيف طبعا العالي في كرة القدم منتخب الأسباني في الأولمبياد. النهاردة 2-0 ومنتخب الأسباني كان بيحاول انه يرجع للقاء، لكن احنا عندنا رجالة دايما في الميعاد، دايما وقت ما تبقى الدنيا صعبة بيبقوا موجودين، بغض النظر عن اي شيء في الماتشات اللي فاتت وكلام عن الماتشات اللي فاتت، لكن احنا من خلال ان انت تكسب ماتش وتتعادل ماتش ثم الفوز على البطل العالم، ده في حد ذاته ده انجاز كبير جدا للمنتخب الوطني. النهارده يعني اداء مغاير تماما لكل اللاعبين، شكل مختلف تماما. ممكن نفسره ان بدايه اللقاءات في البطولات الكبيره بيبقى فيها شويه رهبه، لكن الماتش الثالث وضع مختلف تماما. هتقول لي اصل المنتخب الاسباني ما لعبش بكامل قوته، بيريح بعض اللاعبين، لكن في الاخر انت ادائك عامل ازاي. وهرجع واقول وكما توقعت ان زيزو هيبقى عنده غل الملاعب في الماتش ده، وان الماتش اللي فات لو هو يعني الناس كانت شايفه ان هو ما اداش الاداء اللي كان منتظر منه، الماتش الثالث هيكون مغير تماما لاحمد سيد زيزو، وده اللي احنا شفناه. واحد من اسباب الفوز النهارده احمد سيد زيزو. وهنرجع برضو نتكلم، عندنا خامات طيبه جدا جدا جدا. ابراهيم عادل الحقيقه واحنا بنتكلم بهدفه النهارده والاداء اللي بيعمله الحقيقه، او هدفين بتوعه الحقيقه، يعني الهدفين بتوعه اداء رائع، واللاعبين كلهم رجاله. وفي الاخر بنرجع نقول ان الروح والتركيز هم اساس لعبه كره القدم. لو انت عندك موهبه والامور عندك جميله، لو انت ما عندكش تركيز وروح عاليه الامور هتبقى صعبه عليك جدا جدا. لازم كل ده يبقى موجود مع الموهبه بتاعتك والاداء التحفيزي اللي بتحفظه من المدرب. لكن الامور يعني الحمد لله اتحسنت كتير، وفوز مهم، بتتربع على المجموعه بتاعتك وبتنتظر بقى لا تلعب مالي لا اوروجواي يوم الجمعه القادمه. حتى الان باراجواي حتى الان طبعا نتيجه باراجواي يعني متقدمه على مالي 1-0. هنكون معاكم والنتيجه ونقول لكم طبعا مين هو اللي هيكون منافس مصر ان شاء الله يوم الجمعه القادم. مبروك لمصر، ان شاء الله نكمل مشوارنا، ان شاء الله نوصل لابعد حد، لان بنرجع ونقول برضو ان احنا عندنا امكانيات حلوه، والامكانيات دي متمثله في شباب هم دول مستقبل المنتخب الاول، اكثرهم واكثرهم هم اللي هيكونوا السنين القادمه في المنتخب الاول. يعني احنا برضو الفكره انت بتلعب منتخب كبير، منتخب منظم، وكان متخيل ان هو النهارده حتى لو ريح لعبته شويه او ريح بعض اللاعبين ان هو هيتعادل مش هيخسر. يعني هم شدوا شويه الشوط الثاني، هم شدوا شويه وضيعوا اهداف، لكن احنا برضو كنا في نفس الوقت اللي هم بيشدوا فيه احنا برضو بنروح على مرماهم، احنا برضو بنهاجم، ما سكتناش برضو. فدي ثقه كبيره جدا للعيبه في نفسهم، وبامر الله كده نكمل مشوارنا في الاولمبياد في كره القدم. طيب من شويه كان في ماتشين حقيقه مولعين الحقيقه في كره القدم في الدوري المصري، سواء مباراه فاركو وبيراميدز واللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، واعتقد ده مش في صالح فاركو، في ظل حقيقه فوز كبير جدا للبلديه على الاسماعيلي 4-2. يعني حقيقه ماتش برضو كان رائع، 6 اهداف في الماتش ده ما بين فرقتين كبار، أندية شعبية، بلدية محلة يعتبر من الأندية الشعبية، إسماعيلي طبعا نادي كبير نادي شعبي، وبالتالي ده الماتش النهاردة أو الماتشين دول بالذات لأنهم كانوا بيتلعبوا في توقيت واحد ماتشات هايلة. وبالتالي كمان بنبارك لمحمد مكي المدير الفني لبلدية المحلة، أول مباراة ليه النهاردة وما عندوش يأس إن هو يكسب ويفضل موجود لآخر نفس لبلدية المحلة. النهاردة احنا بنتكلم بلدية المحلة بعد الفوز ده 27 نقطة، فاضل له ماتشين. نتكلم ان هو عنده الجونة الماتش الجاي
الجونة مستريحة، الجونة الدنيا بالنسبة لها مش وحشة يعني، بعيد خالص يعني او بعيد تماما يعني. الاخطر بالنسبة لي الفرق اللي موجودة هو فاركو والاسماعيلي، ده على الورق، على الورق فاركو والاسماعيلي. النهاردة اسماعيلي اتغلب من البلدية، البلدية عنده اخر ماتش الزمالك، الماتش اللي جاي الجونة، هما الماتشين المتبقين للبلدية 27، لو كسب الماتش الجاي يبقى 30، وبعد كده لو كسب الزمالك، لا يعني احنا بنتكلم كورة، هيبقى عنده 33 نقطة. ولو فضل فاركو والاسماعيلي متواجدين بنفس الرصيد او يعني اتغلبوا الماتشين اللي جايين، تبقى فيه امور كتير اتغيرت. واحنا دايما متعودين ان ممكن يحصل في الامور امور في اخر ماتشين في الدوري الممتاز، لكن ما تيأس، كرة القدم بتعلمك ان انت ما تيأس. طبعا الظروف صعبة يعني جدا جدا طبعا على المقاولين العرب، برغم ان هو مثلا لسه عنده اربع لقاءات، لكن ادي درس النهاردة بالنسبة لبلدية المحلة لأي فريق، انك ما تيأس. النهاردة داخلية وخسارتها امام طلائع الجيش 1-0 بتأكد هبوطها للدوري الممتاز، الدوري القسم الثاني اسف، وبالتالي طبعا مش هنشوف الداخلية في الدوري الممتاز الموسم القادم. لكن حتى الان المقاولين العرب بلدية لسه عندهم فرص موجودة في الارقام والورق، وبالتالي الملعب هو الفيصل بالنسبة لهم في الماتشات القادمة، بشرط ان الفرق اللي موجودة زي فاركو والاسماعيلي هم اللي يفرطوا في حقهم او يفرطوا في النقاط الباقية بالنسبة لهم. مبروك للبلدية ومبروك لكابتن مكي ومجلس ادارة البلدية، ولسه طبعا منتظرين طبعا نهاية المطاف، وفي نفس الوقت هارد لك للاسماعيلي. يعني طبعا يعني محدش بيتوقع الحقيقه الاسماعيلي ان هو في نهايه المطاف برضو يخسر بالشكل ده، لكن زي ما بقول لكم العزيمه والاصرار والتركيز هي اللي بتخلي اي فريق يكسب. الاسماعيلي اكيد النهارده تركيزه اقل من بلديه المحله واصراره اقل من بلديه المحله، يعني ده بالنسبه لي كره القدم، هي كره القدم بتعترف بكده. فاركو وبيراميدز، فاركو بيتقدم في الشوط الاولاني بهدفين، بيجي يعني في نهاية الشوط الأولاني فخري لاكاي وبلاتي توري بيقدروا ان هم يتعادلوا لفريق فاركو، بيفرط في ثلاث نقاط مهمين حقيقة. الثلاث نقاط دول لفاركو النهاردة كانوا خلاص بالنسبة له، الأمور بالنسبة له كان هيبقى في حتة تانية، خلاص ما فيش أي منافسة على أو قلق بالنسبة لفريق فاركو، لكن النقطة دي إلى حد ما خلته لسه موجود في دائرة الهبوط. الحقيقة بكره ان شاء الله هيكون في مباراه الاتحاد السكندري وامبي، هتكون الساعه 5:30، وزد ومودرن سبورت هتكون مباراتهم في الساعه 9 مساء، وبالتالي طبعا دي مباراه الجوله ال 32. بس عشان ماتشات الزمالك والاهلي امبارح كانت مباراه مؤجله او مباراه مؤجله من الاسبوع 19، لكن دول مباريات الاسبوع ال 32 عشان بس الناس تبقى عارفه المباراه بتتلعب امتى واسبوع كام و لان كلنا بنتلخبط الحقيقه، كلنا بنتلخبط. عندنا يوم الخميس ان شاء الله هيكون المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وسموحه والمصري والاهلي والبنك الاهلي، ثم يوم الجمعه القادمه ان شاء الله الزمالك والجونه، وده ختام الاسبوع ال 32. طيب خليني نبتدي بقى مع حضراتكم دائما الاخبار الخاصه بالبريمو، خلينا نبتدي مع حضراتكم باهمها. طيب قبل ما نروح طبعا للاخبار، خليني بس يعني بعد مباراه مصر حقيقه واسبانيا كان في مباراه المغرب والعراق، منتخب المغرب ومنتخب العراق، هي ماتش رائع. المنتخب المغربي منتخب الاولمبي طبعا المغربي منتخب قوي جدا جدا
جدا الحقيقه، قدر ان هو يفوز على المنتخب المغربي العراقي 3-0. سفيان رحيم الحقيقه هداف المنتخب المغربي، واحد بقى من اللاعبين الكبار اللي جم مع المنتخب الاولمبي عشان يضيف ليهم، زي ما النهارده زيزو ضاف والنني بيضيف للمنتخب المصري، النهارده برضه سفيان رحيمي بيأكد على قوته ووجوده كلاعب كبير بيضيف للفريق اللي عايزين مساعده، على اساس طبعا ان دايما بيبقى فيه لاعبين كبار في السن بيبقوا متواجدين مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، وبالتالي طبعا منتخب كبير وتصدر مجموعته النهارده وبيجي في المرتبه الاولى، ثم الارجنتين في المرتبه الثانيه، ثم اوكرانيا في المرتبه الثالثه بالنسبه ليه المجموعه دي. دي المجموعه الثانيه. الحقيقه فرنسا برضو موجوده في مجموعتها في الصداره 9 نقاط، امريكا بعدها 6 نقاط، نيوزيلندا 3 نقاط، غينيا ما حققتش اي نتائج. ثم طبعا منتخبنا الوطني بيتصدر المجموعه الثالثه، وبعديه منتخب اسبانيا طبعا 6 نقاط، جمهوريه الدومينيكان والتعادل الايجابي النهارده 1-1 مع اوزبكستان خلتها يبقى عندها نقطتين، ثم اوزبكستان في المرتبه الرابعه بنقطه واحده، والمجموعه اللي هنلاعب الثاني منها اليابان 7 نقاط، خلاص دي متصدره المجموعه. باراغواي اللي بتلعب دلوقتي مع مالي عندها دلوقتي بالنتيجه اللي موجوده دلوقتي اللي هي 1-0 6 نقاط. ده بالنسبه لمجموعه مصر اللي احنا منتظرين يعني بشكل كبير هي هتكون باراغواي ان شاء الله، وهتكون المباراه يوم الجمعه القادم. الحقيقة كان في بعض التصريحات لمكالي للمنتخبنا الوطني، ودي يعني تصريحات مهمة. الراجل ما بعد كل مباراة بيقولك أنا عندي لعيبة كويسة، والإيمان بالذات بذات اللاعبين نفسهم يعني هو السلاح اللي بيخلينا نقدر نكسب أي فريق. زي ما قلتلكم أنت بتلعب منتخب أسبانيا، منتخب كبير، دول اللعيبة اللي منهم يعني مجموعة كبيرة هيبقوا متواجدين مع المنتخب اللي انت شفتوه في بطولة الأمم الأوروبية، المنتخب الكبير ده اللي فاز بالبطولة. فمجموعة من دول هيكونوا موجودين مع المنتخب الأول. فإنك كون أنت تكسبهم وتقدم الأداء ده معاهم دي حاجة كبيرة، وده يدي ثقة أكتر للاعبتنا إن أنتم هتبقوا موجودين إن شاء الله مع منتخب مصر الأول، وثقة أكتر كمان لكابتن حسام حسن إن هو يقدر يختار بأريحية. ان اللعيبه دي عندها ثقه بنفسها وامكانيات ومهارات فنيه عاليه تقدر تعتمد عليهم في الايام القادمه، ويبقى عمليه التجديد بقى موجوده، يعني يبقى في دماء جديده. واعتقد كابتن حسام حسن دايما بيحب الدماء الجديده في الفريق اللي بيدربه. وبالتالي طبعا تصريحات ميكالي انه اللعيبه دخلت الملعب وكلهم عزيمه واصرار للفوز، وتحولوا بقى الى محاربين زي ما بقول لكم كده، هي الروح المعنويه، الروح العالية هي الفيصل في كرة القدم. ممكن تبقى متساوي مع فرق في المستوى الفني، لكن الروح هي اللي بتخليك تكسب. اتكلم طبعا على سيطرنا على مجريات اللعب، والانتصار ليس مجرد نتيجة بل ثمرة عمل شاق. يعني طبعا الراجل بيتكلم على الفترة اللي فاتت وشغله في الفترة اللي فاتت، انك تتصدر المجموعة من بداية البطولة دي حاجة طبعا تحترم. هو بيتكلم بقى مين هنلعبه ومين مش هنلعبه، احنا ما يهمناش، احنا بنركز في المباراه وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا للفوز بالمباراه القادمه. هدفنا تقديم افضل ما لدينا من الامور الفنيه العاليه مهما كانت الظروف. ان شاء الله كل التوفيق بقى للعيبه. طبعا دكتور اشرف صبحي اكيد طبعا كان ليه بعض التصريحات ما بعد المباراه، ودعمه الحقيقه في المباراه اللي فاتت كمان بالاخص، دعمه للاعبين ونزوله لاوضه اللبس وسلامه على اللعيبه وتحفيزهم برضو، ده كان شيء مهم جدا. بيبارك طبعا لكل اللعيبه وتحقيق فوز صعب على فريق صعب، واكيد لما تفوز على اسبانيا بيبقى الفرحه دبل، انك بتفوز وبتتصدر وبتكسب اسبانيا، دي في حد ذاتها برضو في كره القدم تحترم، بتتحط طبعا في التاريخ، في تاريخ الاولمبيات. المنتخب الاولمبي المصري بيفوز على المنتخب الاسباني نظيره. يعني اتكلم طبعا معالي الوزير على ان اللاعبين كلهم كانوا في احسن حالاتهم، وحتى المدير الفني كان في احسن حالاته بتغييراته بتفاصيل الملعب الحقيقه والفنيات في الملعب. ده كلام معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، واتكلم عن زيزو الحقيقه وغضبه في الاستبدال في المباراه السابقه. يعني في علم طبعا دكتور اشرف صبحي طبعا
يعني السيد العارفين بتفاصيل خاصة طبعا بعملية التأهيل النفسي، فاتكلم على النقطة دي وان هو شاف بالعين المحترفة بالنسبة له ان الامور هتبقى افضل في المباراة القادمة. كلنا شفنا الحقيقة ان زيزو هيقدم افضل ما عنده، لان هو لعيب يعني بيغل في كرة القدم، لما يبقى وحش يقولك الماتش الجاي انا هبقى احسن واحد، وده اللي عمله الحقيقة زيزو في مباراة اليوم. طيب خلينا نروح ل يعني استاذ ممدوح الششتاوي كان معانا امبارح على الهاتف، المستشار التسويقي للجنه الاولمبيه، والحقيقه سعيدنا بتواجده امبارح والحديث عن طبعا ابطالنا كلهم في جميع الالعاب، وبالاخص طبعا احنا بنتكلم بقى على منتخب مصر النهارده وفوزه وتصدره مجموعته على حساب اسبانيا الحقيقه بطله العالم. استاذ ممدوح تحياتي لحضرتك. كابتن فاروق ازي حضرتك والف مبروك، وكان حاجه مشرفه النهارده المباراه، ولاول مره في ان مصر تتصدر المجموعه ساعتها في وجود اسبانيا اوزبكستان، على فكره اوزبكستان برضو فرقه المفروض قويه طبعا جدا، ودومينيكان يعني حاجه كويسه، وماشيين بطريقه بترتيب في اللعب يعني مجهود بديل واحده واحده، ده دليل فكر المدرب المصري او مدرب المنتخب المصري فاهم قوي هو بيعمل ايه، ما ابتداش باول حاجه مجهود كبير واحده واحده لحد ما وصلوا لاعلى مستوى في الفريق اللي بيلعبوا معاه اللي هو اسبانيا، اللي هو اقوى من اقوى الفرق والفرق المرشحه طبعا لميداليا ذهب، فشكل كويس، الناس مبسوطه جدا، ان البعثه كلها مبسوطه بكل يعني الالعاب الاخرى، لان كلهم بيمثلوا مصر الالعاب الاخرى النهارده، شايفين بتوع الجود النهارده كانوا واقفين معانا وبيشجعهم، والالعاب الثانيه ناس بتوع السلاح، حاجه حلوه بتحس فيه انتماء انتماء من كل البعثه لكل بعضهم، كله فرحان بالنتائج الكويسه اللي بتحصل. ان شاء الله الماتش اللي جاي هنروح نتفرج عليه بقى في مارسيليا، فان شاء الله لا يوم اثنين يوم الجمعه القادمه ان شاء الله يوم الجمعه، فان شاء الله كلنا رايحين وبنشجع مصر وبنقف ورا مصر، وان شاء الله يبقى نتيجه كويسه وعملوا اللي عليهم، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه يعني نتائج ان شاء الله. بقيه البعثات يعني لو تحب نتكلم على بقيه الالعاب، انا بس قبل ما اروح انا طبعا هطمن على كل البعثه من خلال وجود حضرتك، لكن يعني من خلال مشاهدتك للمباراتين اللي فاتوا يا استاذ ممدوح، ايه المغاير في الماتش ده من وجهه نظرك انت شفته مختلف؟ زي ما بقول لسيادتك تقدم في المستوى واحده واحده ماشيين تدريجي، وده حاجه بيدل على فكر المدير الفني للمنتخب. هل كان في رهبه في اول ماتشين يا استاذ ممدوح انت حسيتها؟ لا لا، الماتش ده مختلفه مثلا، مش رهبه ولا حاجه، هو يعني برضو الاولمبيات واول يعني مره اللعيبه ممكن تبقى موجوده فيها. هو عموما بيبقى ساعات بيبقى يوم بتاعك، يعني اول ماتش ده احنا كنا فعلا مش موفقين فيه، بيحصل ان انت في ماتشات وانت حضرتك كابتن كبير ولاعب منتخب مصر نادي الاهلي، فبرضه بيبقى ساعات الدي اوف بتاعك، فاللعيبه كلهم مش هنقدر نقول مين كان وحش ومين كان كويس، والفريق ما كانش موفق في الماتش ده، والحمد لله ان احنا طلعنا مع بالنتيجه دي، والناس الثانيه الفريق الدومينيكان هم بيلعبونا كانوا يعني مش مصدقين ان هم تعادلوا معانا. صحيح صحيح. فده دليل بالظبط يعني، وضيعوا وقت في الاخر ومش راضيين يطلعوا الكوره يعني، فده دليل بقوتك، فهم حاسين بقوتك، فالحمد لله الماتش الثاني كسبنا، والماتش الثالث كسبنا، كنا ممكن السكور يطلع اكبر من كده. زيزو مستواه اختلف عن الماتش اللي فات يا استاذ ممدوح؟ اكيد 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 فعلا المستوى بيرتفع تدريجي بكل الناس، وما بيلعبوا اكتر من ماتش، يعني انت عارف انت حضرتك برضو هاكد على دي، حضرتك ادرى من دي، ماتش بيجيب تلعب ماتش ورا ماتش الكوره بتيجي وثقه اكتر وتواجد في الملعب وبتحس والجماهير بتشجعه، لا لا كان فعلا حاجه كويسه الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. طيب يعني برضو بقيه البعثه نطمن على يعني عليهم من حضرتك، يمكن النهارده منتخب مصر الكره الطايره للاسف خسر النهارده، وعندنا بعض الامور بقى يعني سواء بقى في الملاكمه، يعني هناك بعض الالعاب النهارده والمنافسات كانت شغاله لابطالنا النهارده يا استاذ ممدوح. هو هقول لحضرتك حاجه، يعني تواجد المنتخب المصري لكره الطايره النهارده في البطوله ده حاجه كويسه ان هم متواجدين في البطوله، لكن ان هم يبقى بنتكلم ان هم يجيبهم بيلعبوا على مدينه، لا ده كويس قوي، وصولهم ان هم تاهلوا للاولمبيكس، فدي حاجه هايله. لكن عندنا العاب ثانيه، السلاح بكره ان شاء الله الفرق بيلعبوا على ميداليا ان شاء الله، بيتنافسوا على ميداليا، يعني في ميداليا ان شاء الله بكره، ان شاء الله يبقى في تنافس عليها من فريق السلاح. هندخل بعد كده
بيصل مجموعات تانية بقى اللي جايين ان شاء الله بكره فريق الخماسي، ويبقى فيه لهم ان شاء الله فرصه للمنافسه على ميداليا رفع الاطفال. اللي جاي كله كويس، واللي جاي كله الفرق بتوعنا كويسه، ولنا على فكره اسم مصر كبير جدا في الـ في الـ في الـ هنا في اولمبياد باريس وقدام الفرق الثانيه في الالعاب اللي احنا اقوياء فيها، زي رفع الاطفال، زي الرمايه، زي السلاح الخماسي، التايكوندو، فده حاجه كويسه. لكن في العاب برضو اكيد احنا مش متواجدين، يعني الدراجات دي لعبه مش في افريقيا، دي لعبه بتاعت اوروبا اللي بقى فيها، فما انت تروح تنافس فيها لا، فتواجدك فيها ان انت تاهلت عن طريق ان انت يعني من دور من البطوله الافريقيه وبتنافس من القاره بتاعتك، دي حاجه كويسه. ففي حاجات ممكن تنافس وفي حاجات لا ما بتنافسش، تواجد بس مفهوم. فالحمد لله يعني. طيب يعني سؤال بقى مهم جدا، هو ممنوع اللاعبين يخرجوا بره منطقه السكن بتاعهم ولا الامور شغاله ازاي؟ يخرجوا يعني، لان انا سمعنا ان في لاعيبه برازيليه اعتقد استبعدوها من البطوله بسبب دي، برضو انا حابب اعرفها لان يعني موجوده على السوشيال ميديا، استبعدوها بسبب الخروج او زيارتها لتوريفيل يعني. لا انا ما اعرفش دي بقى، اكيد لهم هم رولز معينه انا ما اعرفش. لا وهل صحيح فعلا ان لازم باسكود، لازم انت عشان تروح المنطقه في 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 باريس لازم باسكود تبقى موجوده معاك، بتخش اي منطقه لازم؟ لا هو كل حاجه ماشيه هنا بالكود وتحركات والعربيه لها لين معين تمشي فيه، ممنوع انك تطلع براه وتمشي. مش ممنوع، ده بيسهل عشان يسهل لك الطرق. في تواجد، في سيستم كبير جدا، لكن لازم نأكد على البعثة المصرية التزام يعني بجد، ومظهر مشرف والتزام كبير جدا، والناس كلها قايمة بيها، والناس يعني الجهة يعني الوزارة موجودة واللجنة الأولمبية موجودة، والناس كله بيتابع كل حاجة، واللاعبين والرياضيين كلهم ملتزمين معاهم الإداريين. ألعاب مختلفة، بعثة كبيرة، بعثة مش صغيرة، من أكبر بعثات موجودة. مظبوط. فإن التواجد بتاعنا مشرف جدا جدا جدا، الناس بتحترم مصر جدا، وجودنا الناس بتيجي تصور مع الناس بتوعنا اللعيبة، عشان في لعيبة عندنا حقيقة عالمية، مشاريع يعني زياد السيسي رقم واحد في العالم، لاعب السلاح أحمد الجندي في الخماسي رقم واحد، الناس دي أسامي كبيرة جدا عندنا في الرماية، عندنا عزم محلبة، عندنا أسامي عالميا معروفين. فده بجد احنا بعثة مشرفة تشرف مصر في كل حاجة ايا كان. ان شاء الله يعني النهارده كان عندنا طبعا وداع لنجوم او ابطال في الجودو عبد الرحمن عبد الغني، وعندنا ايضا عبد الرحمن عرابي في الملاكمه، لكن ان شاء الله جميع ابطالنا التانيين ان شاء الله برضو يبقى عند حسن الظن ان شاء الله استاذ ممدوح، يعني هارد لك ليهم ان شاء الله، نتمنى اللي جاي إن شاء افضل الله بامر الله، احسن اللي جاي افضل ان شاء الله لابطالنا ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ ممدوح، ودايما متواصلين مع حضرتك، ونبارك لحضرتك في كل مره يبقى تبقى موجود فينا، يبقى في حاجه، تبقى في حاجه كده ايه في اليوم ده حلوه بامر الله ان شاء الله. استاذ ممدوح الششتاوي المستشار التسويقي للجنة الأولمبية، الحقيقة أيا كان طبعا يعني عملية تحديد الأهداف مهمة جدا، في بعض الألعاب تقدر تحقق فيها ميداليات، وبعض والبعض الآخر أمور صعبة، أنت داخل للتمثيل وكويس أوي أنك وصلت، يعني ده الحديث يعني اللي موجود، لكن مثلا احنا بنتكلم احنا مثلا ابطال مثلا كان مثلا في السكواش مش موجوده الحقيقه في الاولمبياد دي، برضو كانت تفرق كتير، عندنا حاجات احنا متمكنين فيها، رفع الاثقال احنا متمكنين فيها، عندنا برضو يعني في الجودو ان شاء الله عندنا ابطال في الجودو، يعني امور كتير ممكن من خلال الابطال الموجودين، خصوصا البعثه كبيره جدا للبعثه المصريه للاولمبياد ان شاء الله تبقى فيها ابطال، نقدر ناخد ميداليات اخرى غير الميداليه بتاعه محمد السيد اللي اخذ فيها البرونزيه في السلاح، وبالتالي كل التوفيق للبعثة المصرية. طيب كمل بقى الأخبار الخاصة مع حضراتكم بالبريمو، فكرة اللاعبين الحقيقة وإن هم يخرجوا زعلانين من المباريات احنا ما عندناش مشكلة، احنا كلنا لعبنا كورة بنبقى في حالتنا بنبقاش عايزين نطلع من الملعب، ولكن الرد الفعل هو ده بقى اللي بيبقى مشكلة، خصوصا ان دلوقتي الكاميرات ورا كل حتة، سواء بقى لو مش كاميرا التلفزيون، كاميرا واحد وقت في الاستاد وماسك الموبايل بيبص عليك، كل واحد تحس ان انت مرصود. حقيقة قفشة في الماتش الاخير وهو بيخرج في كاميرا جابته وهو في حالة غضب شديد وزعل شديد، هتيجي تقول لي يا قفشة انا كنت زعلان من نفسي وبقول لنفسي لا انت ايه اللي انت عملته ده، انت بتبان غير كده تماما. طبعا الاهلي غرمه ماليا، لكن قفشة بيبرر
من خلال السوشيال ميديا بتاعته ان انا كنت زعلان من نفسي، ان انا كنت مفروض اعمل افضل من كده، فطالع متنرفز وزعلان من نفسي. يعني ده في يعني حاجتين النهارده احنا بنتكلم فيهم بالنسبه لقفشه، ده الكلام اللي كتبه قفشه على السوشيال ميديا. وبالتالي هو خارج كان باين ان هو زعلان ومتضايق من التغيير. انا بحب قفشه جدا، شخصيه جميله وطيبه جدا ومحترمه ومؤدبه جدا ولعيب كويس طبعا ومهم جدا، وفي اوقات يعني حرجه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بيقدر يحرز اهداف ويعدي بالفريق لمكسب مكاسب مهمه ماشي، لكن في اوقات كده تاخد بالك. زي احنا بننصح يعني في الاخر احنا عايزين اللعيبه تبقى في افضل حالاتها، عمرنا ما هنروح للعيب بيلعب كويس وما بيعملش اي مشاكل وهنقول عليه حاجه وحشه. احنا بس بنقول للعيبه برضو الكويسه خلي بالكم، لان هتكمل الصوره بتاعتك وحلاوتها بتصرفك ويعني سلوكياتك. فقفشة هي برر خروجه وزعله والتصوير اللي حصل ده اثناء خروجه بان هو كان زعلان من نفسه وكان لازم يعمل حاجه افضل من كده في المباراه. طيب قبل ما اروح واكمل الاخبار الخاصه بالبريمو، خليني اخد للكابتن محمد مكي المدير الفني لبلديه المحله، واول مباراه ليه مع فريق بلديه المحله وفوز كبير على فريق كبير 4-2 فريق الاسماعيلي. طبعا كان اكيد الامور برضو بالنسبه له كده في دائره الخطر بفوز كمان بلديه المحله النهارده، الفوز الكبير النهارده 4-2. كابتن محمد تحياتي ليك يا كابتن. اهلا بك كابتن فاروق طبعا، وانا اللي برحب بيك طبعا وبمشاهدينك الكرام. يعني مش عارف حد معاك في الاستوديو؟ لا يا حبيبي انا لوحدي. مبروك يا كابتن. والحقيقه اول مباراه بتقدمه اداء رائع الحقيقه، كلنا شايفين البلديه عنده مجموعه من اللعيبه الكويسه، لكن كيفيه ان انت تكسب في كل مبارياتك او يعني تعمل نتائج جيده دي كانت بتبقى صعبه في بعض الاحيان. النهارده نتيجه كبيره الحقيقه على فريق كبير زي الاسماعيلي. حضرتك بتقول يعني الفرقه، الاول طبعا انا بشكر كابتن احمد ظروف وكابتن كشري على الفتره اللي قضوها في النادي، يعني الفتره اللي فاتت. لكن الفرقه انت عارف موقف صعب جدا، وفي نفس الوقت بقى لنا 10 ماتشات تقريبا الفرقه ما كسبتش، فده كان شويه مقلل الثقه عند اللعيبه بشكل كبير جدا. فاحنا حاولنا الثلاث اربع ايام اللي فاتوا نظبط بعض الحاجات في الوقفه، نشتغل على امور كمان في الحته النفسيه بشكل كويس يعني، والحته التنظيميه يعني. لكن كل دوت طبعا الحمد لله ان التوفيق معاك النهارده مهم جدا. اللعبة كانت محتاجه المكسب دوت، كانت محتاجه تجيب جول عشان تاخد الثقه ان انت بتكسب مكسب زي دوت في توقيت زي دوت مع فرقه كبيره زي النادي الاسماعيلي ضد مدير فني كبير جدا. يعني ده بيدي ثقه كبيره جدا للفرقه وللمجموعه كلها. فالحمد لله ان احنا النهارده قدرنا نعدل الوضع بشكل ما يعني على الاقل حتى يديك نفس، لان هي المشكله كمان ان البقاء مش في ايدك انت كمان، بس البقاء في ايدك وبيعتمد كمان على نتائج الاخرين، فده موضوع في صعوبه كبيره جدا. صحيح. لكن طول ما في امل احنا بنشتغل عليه، وبشكر اللعيبه النهارده اللي قدموا بشكل كويس. والحمد لله ان المكسب كان حليفنا النهارده، ونتمنى ان شاء الله التوفيق معانا الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. ماتش النهارده متغيرات، حصل تغيرات كتير في المباراه كابتن مكي. طبيعي. انت عارف اللعيبه احنا اتقدمنا، بعد كده الاسماعيلي اتعادل، بعد كده اتقدمنا تاني الاسماعيلي اتعادل، برضه الاسماعيلي بيلعب عايز يهرب من المنطقه دي خالص. فكان بيهاجم، قدرنا احنا نلعب في وقت معين كده زون ونلعب على الكونتر اتاك. الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد من كره ثابته، ناخد ضربه جزاء وفي اخر الماتش نجيب جول، والحلو جدا بلغه الكوره يعني. ومكسب مهم ومكسب كبير، نتمنى ان شاء الله الثقه ترجع تاني زي ما قلت لك. برضه من خلالك بشكر الحاج محمود الشامي وباشمهندس مصطفى الشامي وكابتن حمد علي والناس، برغم الموقف اللي النادي فيه مش مقصرين في حاجه، والناس متواجدين معانا كل الوقت، فبشكرهم وبتمنى ان شاء الله الامور تخدمنا او تخدم نادي المحله، نادي كبير عنده جماهير كتيره جدا. فبنتمنى ان شاء الله الظروف تخدمنا الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هناك طبعا يتبقى ماتشين لفريق البلديه كابتن، نتكلم الجونه واخيرا الزمالك. الجونه والزمالك. يعني برضو تقييمك يعني انا ما اقدرش اقول لك تكسبهم، لازم تكسبهم، وفي الاخر انت لازم تكسب الماتشات كلها عشان حتى فرصه البقاء. وزي ما انت قلت كده مش بس بمكسبك انت، لا ده كمان بخساره الفرق اللي ممكن تكون في الدايره معاك، ومنهم فاركو ومنهم الاسماعيلي يا كابتن. برضو شايف الماتشين بالنسبه لك عاملين ازاي؟
انا كابتن فاروق، انا انت اكيد عارفني كويس، انت كابتني الاول في حرس الحدود، فانت حضرتك عارفني كويس. لكن انا من ساعه ما مسكت المهمه انا كنت بفكر في النهارده بس، ما بفكرش فيما بعد يوم الثلاث. خلاص كده هنقفل الصفحه ونبدا نفكر في ماتش الجونه، هنبدا نشتغل عليه من بكره ان شاء الله باذن الله. ناخد اجازه بس، ناخد نفس بكره ونبدا نشتغل عليه، نبدا نحضر ونتفرج على الجونه تاني، ونبدا نتفرج احنا على اخطائنا، ونحاول نعدي باللعيبه بس المرحله ديت والفتره ديت. وزي ما قلت لك انا همشي ماتش بماتش، ومش هبص للنتائج التانيه تحت اي وضع او تحت اي نتائج. احنا هنلعب ان شاء الله الماتشين بكل قوه وبكل شرف زي ما بتقولوا يعني، علشان نحاول نتشبث بالامل اللي لينا. حتى لو الامل لا يتعدى ال 5% ولا 10%، هنحاول نشتغل عليه لاخر ماتش. بس انا هاخد ماتش بماتش، خلصنا ماتش هنفكر ان شاء الله في اللي بعده باذن الله. خليني اسالك سؤال يا كابتن محمد، انت حبيبي طبعا، انت اخويا، كنا يمكن لعبنا مع بعض طبعًا في الحرس. يعني اداره البلديه وهي بتفكر، والتعاقد مع كابتن مكي في اخر 3 ماتشات، هل التفكير خلاص كان بالنسبه لهم، وده يعني خلينا نتكلم بصراحه، التفكير طبيعي بالنسبه لهم هو انك بتحاول فقط، وده جت ما جاتش بقى، انت موجود في الدرجه الثانيه، انت بتجهز بما انك متمكن الحقيقه في تصعيد الفرق من القسم الثاني للممتاز؟ والله احنا انا لما قعدت مع باشمهندس مصطفى وكابتن حماده، الناس اتكلمت ان انت موجود دلوقتي في ال 3 ماتشات. احنا ما بنلعبش على الكلام، كان كده زي ما بقول لك كده بالظبط. احنا بنلعب على ان كملنا في الدوري، انت موجود معانا، ما كملناش في الدوري، انت موجود معانا، لكن احنا عندنا امل بنلعب عليه. فانا حتى كان كلامي معاهم ان احنا نسيب برضو ما بعد المرحله، ونخلي كل مرحله بمرحلتها. مش هفكر في ان انا اعمل فرقه للدرجه الثانيه او للدوري الممتاز، خلينا نمشي خطوه خطوه. ده كان اتفاق معاهم، والناس وافقت على الكلام دوت، ان احنا نحاول نعدي ماتش بماتشه ونشوف الامور يحصل فيها ايه. لان احنا حتى انت عندك امل انك تستنى في الدوري، حتى لو ضعيف جدا جدا جدا، وممكن وارد انك تنزل، وده يعني النسبه الاكبر. وفي نفس الوقت انا نفسي مش عارف ايه اللي ممكن يحصل في خلال مشواري في ال 3 ماتشات دول. فاحنا سيبنا الامور، قلنا ناخد ماتش بماتشه ونشوف الامور هتمشينا لفين يعني. صحيح. دي كانت القعده ما بينهم وبين الناس، والناس تفهمت ده بشكل كويس، واتكلمنا ده بشكل كويس. وحاولنا زي ما قلت لك نتكلم مع اللعيبه ان احنا عندنا فرصه ان احنا نستنى في الدوري، حتى لو فرصه ضعيفه هنلعب عليها. والحمد لله النهارده زي ما قلت لك انت بتعدي خطوه، هتفكر في اللي بعدها ان شاء الله باذن الله. يعني التعاقد مع كابتن مكي هو الهدف رقم واحد، البقاء في الدوري الممتاز. يعني مش عايز اقول البقاء، لا يعني اصل دي انت لسه ما زلت يعني انت عندك الفرص، فانت لما اتكلمت ان واحده واحده يبقى رقم واحد هو البقاء في الدوري الممتاز هو الهدف الاول. احنا مش هنسحر يعني، احنا هنشتغل ماتش بماتش. وبتمنى بعيد عن مكي او عن اي اسم، بتمنى ان النادي بقيه المحله يستنى في الدوري الممتاز. حتى لو انا بعد ما يعني لو اتوفقنا والنادي على الدوري الممتاز وانا مش موجود برضو على راس الجهاز السنه الجايه، ما بفكرش في كده. انا بفكر والله، ودي حاجه من جوه قلبي يعني، بفكر ماتش بماتش، وعندي يعني وعشمان في ربنا ان ربنا سبحانه يقدر لنا البقاء في الدوري الممتاز. كل التوفيق لك يا كابتن محمد، يعني الشخصيات المحترمه، ويعني مدرب جريء في يعني وجوده في التوقيت ده، والتفكير ان انت لا انا مش بفكر في اللي جاي اللي هو لو انا نزلت، لا انا عايز احاول مع الفريق اللي انا جاي له دلوقتي ان انا اخليه في المكان بتاعه في الدوري الممتاز، وبعد كده بقى التفكير لو في قصه تانية هتحصل نبقى دي نتكلم فيها بعدين. كابتن محمد مكي المدير الفني لفريق بلديه المحله، وفوزه الكبير النهارده على الاسماعيلي 4-2، ويصعب موقف الاسماعيلي، ويعني يحسن شويه فرص البلديه في التواجد في الدوري الممتاز. الحقيقه النتيجه النهارده نتيجه كانت غير متوقعه في التوقيت ده بالنسبه للفرقتين. طيب اسمحوا لي نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هكمل مع حضراتكم اخبار البريم. المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي فوز تاريخي على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي أقيمت بينهم عصر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة بالدور الأول بمنافسات أولمبياد باريس. وبيدين منتخب مصر الأولمبي بهذا الفوز لإبراهيم عادل اللي سجل هدفين في الدقيقة 40 و62 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 90 سجل سامويل أمر بيون هدف منتخب إسبانيا الوحيد في اللقاء. وبهذه النتيجة بيتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة اللي بتضم كلاً من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان،
برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي المركز الثاني منتخب إسبانيا برصيد 6 نقاط. وبتنتظر كتيبة البرازيلي روجيرو ميكالي وصيف المجموعة الرابعة من أجل مواجهته في ربع نهائي البطولة الأولمبية. وبتضم المجموعة الرابعة كل من اليابان وباراجواي ومالي والكيان الصهيوني. وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى مع الدومينيكان بدون أهداف قبل ما ينتصر على أوزبكستان في الجولة الثانية بنتيجة 1-0. أما منتخب إسبانيا فانتصر في أول جولتين على أوزبكستان 2-1 والدومينيكان بنتيجة 3-1. وبتعد هذه المرة هي الثالثة اللي بيلتقي فيها منتخب مصر مع إسبانيا في الأولمبياد، فكانت المرة الأولى في نسخة 92 في مدينة برشلونة، وكان وقتها منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثانية برفقة منتخب قطر وكولومبيا وإسبانيا، وواجهوا نظيره الإسباني في الجولة الثانية وتعرض للهزيمة بنتيجة 2-0، وأنهى منتخب مصر منافسات أولمبياد برشلونة 92 في المركز الثالث برصيد 2. واستطاع البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي التغلب على الصعاب اللي واجهته قبل السفر لباريس من ناحية قلة المباريات الودية مع منتخبات أوروبية ورفض بعض الأندية انضمام لاعبيها بحجة مباريات الدوري. إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر رقم تاريخي في أولمبياد باريس رفقة الفراعنة بعد قيادته المنتخب للفوز على إسبانيا في آخر جولات دور المجموعات. إبراهيم عادل حقق رقم لم يحدث منذ 32 عام بعد ما أصبح أول لاعب يحرز ثنائية في مباراة واحدة للفراعنة في الأولمبياد من بعد هادي خشبة ضد كولومبيا في برشلونة 92. وتأهل منتخب مصر الأولمبي لربع نهائي كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بانتصاره التاريخي على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة. وتمكن إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي من تسجيل الهدف الأول لمصر في الدقيقة 40 وضعف النتيجة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وأصبح إبراهيم عادل هو اللاعب التاسع اللي يسجل ثنائية في تاريخ مصر في الأولمبياد، ودخل قائمة اللاعبين المسجلين لمنتخب مصر الأولمبي فأصبح اللاعب رقم 38. وتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادلين، وفي المركز الثاني منتخب إسبانيا برصيد 6 نقاط. وكانت بتضم هذه المجموعة مصر وإسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان. يا إبراهيم عادل لعيب هايل الحقيقة، لعيب مميز جدا، منتظرين منه الكثير والكثير في الفترة القادمة بعد طبعا تألقه من النهاردة وإحرازه هدفين. زي كما قال التقرير إن دي بقالها فترة طويلة جدا من لاعب مصري يحرز في الأولمبياد هدفين بعد النجم الكبير هادي خشبة. الحقيقة هادي خشبة أحد اللاعبين المميزين برضو في الأولمبياد، وشخصية كانت جميلة كمان يعني في الحياة العادية، ونجم كبير في كرة القدم. وبالتالي اهو ابراهيم عادل بيجدد الامور الخاصه بكره القدم والاهداف في اولمبياد باريس 2024. اتمنى له كل التوفيق. طيب هكمل الاخبار الخاصه بقى بالنادي الاهلي. ما زال محمد علي بن رمضان يعني وصفقته يعني محط اهتمام كولر حقيقة. يعني ازاي الصفقه دي تخلص؟ وانا كنت قلت الخبر ده قبل كده ان يعني بنسبه 95% اتفاق موجود ما بين الاهلي ومحمد علي بن رمضان على الصفقه انها تنتهي، فاضل 5% كده امور يعني ممكن رتوش اخيره، هننتظر الامور هتمشي ازاي بالصفقه دي، خصوصا ان الراجل محتاجه والراجل عايزه بالاسم، هو ويحيى عطيه الله. الاثنين اللعيبه دول من اكتر اللاعبين اللي كولر موافق عليهم جدا وطالبهم بالاسم. بيتعرض طبعا اسماء كتير، لكن الاثنين دول واحد في نص الملعب بعد ما ديانج مشي واحتماليه ان عمرو السوليه كمان يرحل، وفي نفس الوقت برضو معلول ويحيى عطية الله ومكانه في الجبهة اليسرى، ده برضو من الأشياء المهمة بالنسبة لكولر الاتنين دول. طيب
برضو عشان المباريات النهارده والشكل اللي حصل من خلال الاثاره اللي موجوده في المباريات، بنتكلم في مباراه بلديه محله واسماعيلي 6 اهداف 4-2 للبلديه، وتعادل ايجابي ما بين فاركو وبيراميدز 2-2 و4 اهداف في هذا اللقاء، وموقف فاركو النهارده من الجدول الدوري بعد التعادل ده. خليني اروح للكابتن احمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو واقول له يمكن نقطه مهمه امام فريق كبير، فريق منافس للدوري الممتاز فريق بيراميدز، وبالتالي يعني هسأله برضو شايف ايه في الفترة القادمة بالنسبة لفريقه. كابتن احمد تحياتي ليك. السلام عليكم كابتن فريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ حضرتك والسادة المشاهدين، ومتشكر جدا لكلام حضرتك دايما ودعم حضرتك لينا دايما. ربنا يخليك يا كابتن. طيب تعادل النهاردة، المكسب كان يفرق كتير قوي بالنسبة لكم يا كابتن حقيقة. والله كان هيريحكم على الأقل يعني. كنا نتمنى والله يا كابتن طبعا الثلاث نقط، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. سبحان الله انا السنه دي احنا لعبنا بيراميدز 3 مرات، مره في كاس الرب ومرتين في الدوري دور اول ودور ثاني. يعني كنا بنبقى متقدمين في ال3 مباريات والمباراه تخلص تعادل يعني. او حتى ماتش الرابطه نفس سيناريو ماتش النهارده بالظبط، كنا متقدمين 2-0 برضه وخلص 2-2. بس طبعا يعني انا راضي تماما عن اللي اللعيبه بتقدمه وعن المجهود والاصرار والشخصيه اللي بقت عندهم وامكانياتهم اللي بدات تظهر الفتره اللي فاتت من خلال تعبهم وتركيزهم، فانا بشكرهم جدا جدا. وطبعا فريق بيراميدز فريق كبير وبيضم مجموعه كبيره جدا جدا من اللعيبه الكبيره، وانت بتلعبه وهو منافس قوي جدا على احراز بطوله الدوري، فالحمد لله يعني ربنا كريم. البنت برضو مش وحش في ظل الصراع القوي اللي احنا فيه، وحضرتك شايف النتائج بقت يعني فيها مفاجآت بتحصل، وطبعا بنتمنى التوفيق لكل الفرق، ولكن احنا لينا هدف في المباريات اللي تحت ايدينا، احنا مش مستنيين اي حاجه من حد الحمد لله. بنتعب وبنجتهد وعندنا ايمان بقدرات لاعبتنا وبامكانياتنا والمكانه اللي نستحقها باذن الله. بالظبط. طيب يعني يمكن قلت لك ان اغلب مبارياتك مع بيرنس حضرتك بتتقدم وبيحصل عمليه التعادل، يعني هناك سبب بقى بيبقى واضح في كل مباراه، يعني المباراه النهارده بعد ما احرازك هدفين يا كابتن واحراز فاركو هدفين، يعني هل التعليمات كانت عامله ازاي بالنسبه لحضرتك، وخصوصا يعني الهدفين التعادل اللي بالنسبه لبيراميدز جم قبل ما الشوط الاولاني ينتهي الحقيقه؟ بص يا كابتن يعني هقول لحضرتك على حاجه، اوقات كتير الاحساس بالمسؤوليه زياده عن اللزوم بيخليك تتوتر شويه، بيخليك في بعض الهفوات بتحصل وبعض القرارات اللي ما بتبقاش في وقتها. احنا بعد ما تقدمنا 2-0 كان احساس زايد عن اللزوم من اللعيبه بالمسؤوليه، خوف على المكسب، وحضرتك اكيد عارف الكلام ده كويس ومريت بيه. الخوف على المكسب ادى لعدم تركيز بكره ثابته اللي هو الهدف الاولاني اللي دخلهم في ماتش ثاني، لان طبعا طول ما النتيجه 2-0 فبيبقى برضو ثقتك انت بتبقى افضل، والاحباط عند الفريق الاخر بيبقى ازيد شويه كل ما الوقت بيعدي. ولكن اول ما بيرجع بجون، طبعا الجون احنا حضرتك اكيد شفته من كره ثابته اللي هي ما حدش لمسها حتى وراحت مباشره في المرمى، وكان فيها شك في اوفسايد وكده، ولكن الجون ده رجعهم للماتش تاني. حصل بعديه بعض الارتباك شويه والرعونه شويه في بعض القرارات، الكره بتاعت الهدف الثاني كانت معانا وفي استحواذنا، ولكن اتقطعت في منطقه خطر جدا، وطبعا هم عندهم قدرات وعندهم امكانيات كبيره بيقدروا يستغلوا انصاف الفرص، ولان هي ما كانتش فرصه محققه خالص، بس ده وارد في الكوره. دخلنا ما بين الشوطين تداركنا الامر الحمد لله، وكلمنا مع اللعيبه وقدرنا نسترد ثقتنا تاني، وقلنا ان احنا رجعنا لنقطه البدايه في الماتش ونقدر نبدا زي ما بدانا الشوط الاول كده ونقدر نرجع الماتش تاني. وقد كان الحمد لله انا يعني راضي تماما عن الشوط التاني اللي قدناه، واللعيبه ادت المطلوب منها، وبشكر اللعيبه كلها ويعني بصفه عامه، واللعيبه كمان اللي نزلت التغييرات النهارده كانت على قدر المسؤوليه ونزلت نفذت اللي اتطلب منها كويس جدا، وخلقنا فرص الشوط الثاني كنا نقدر ان احنا نحسم بيها المباراه، ولكن الحمد لله الحمد لله على طيب. كل حاجه. كنت في مداخله قبل كده معايا كابتن احمد واتكلمت على ان انت مش قلقان من الوضع الخاص بالنسبه لفاركو، وانك بتلعب وعايز تقدم اداء جيد بالنسبه للفريق، وفي نفس الوقت طبعا الهدف انك تفضل في الدوري الممتاز. هل دلوقتي في قلق للكابتن احمد؟ بالعكس والله، يعني بعد فوز البلديه دلوقتي والتعادل النهارده بالنسبه لك؟
بالعكس والله كابتن، الحمد لله يعني الحمد لله الثقة بتزيد أكتر، الحمد لله الإيمان بقدرات اللعيبة بيزيد وقت عن التاني، الحمد لله الفرقة دايما في زيادة بالنسبة للأداء وفي تحسن، والحمد لله بنعمل نتائج إيجابية الحمد لله كويسة جدا. احنا بقالنا سلسلة ماتشات طويلة جدا من بداية الدور الثاني ما خسرناش غير من أهلي وزمالك، فده معدل كويس جدا جدا الحمد لله. اي نعم النتائج ممكن تكون مش افضل حاجة، ولكن انت الحمد لله مجرد ما كل ماتش بتضيف لرصيدك نقط وبتقدر تعمل نتيجة ايجابية، فده في حد ذاته شيء كويس في وسط الصراع القوي جدا جدا بين أندية الدوري كلها، سواء في المقدمة او في منتصف الجدول او في المؤخرة، فده الحمد لله بيزيدني ثقة وبيزيدني فخر واعتزاز باللعيبة وباللي بيقدموه وبالتعب اللي بيتعبوه. لا الحمد لله ما فيش قلق خالص يا كابتن، انا عندي يقين جدا ان احنا مش باصين اصلا لاي نتائج تانية، احنا باصين في طريقنا، احنا بس باصين في مبارياتنا احنا بس نقدر نحقق منها ايه، والحمد لله ده اللي مخلينا بنظهر بالشكل ده ولاعيبتنا دايما مركزه في اللي يخصها يعني. طيب الماتش الجاي بنك الاهلي يا كابتن، اخر ماتش هيكون مع مين؟ مع انبي ان شاء الله. انت عندك بنك اهلي انبي، طيب يعني استعداد هيبقى مختلف للماتشين دول يا كابتن، وطريقه اداء ممكن تبقى مختلفه بحيث انت محتاج الفوز يعني على الاقل في ماتش واحد من دول. احنا عامه يا كابتن بنشتغل دايما لينا سيستم ولينا اسلوب، ولكن بيبقى في بعض التفاصيل الصغيره وبعض المتغيرات بناء على نقاط قوه كل فريق بنلعبه ونقاط ضعف اللي ممكن نقدر نستغلها، لان ده لازم امر طبيعي ان انت بتحاول تدرس الفرقه اللي هتلعبها كويس، بيبقى كل فريق عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف، مفيش طريقه لعب ملهاش مميزات وملهاش عيوب، فبنحاول نستغل العيوب اللي موجوده عند اي فريق او القصور ونستفيد منه لصالحنا، وبنحاول نتفادى القوه اللي عند اي فريق ونحاول نحجمها ونحد من خطورتها، وده اللي بنشتغل عليه دايما مع اللعيبه، والحمد لله اللعيبه بتستوعب وبتنفذ وعندهم قدر كبير من المسؤوليه والثقه في النفس، فالحمد لله على كل حال. اتمنى لك التوفيق كابتن احمد، ويعني ماتش كان صعب النهارده اكيد امام فريق كبير زي بيراميدز، وفكره التقدم ثم التعادل اكيد بتبقى صعبه على اي مدرب بيكون خلاص شايف ان الفوز حليفه، ولكن طبعا انت بتلعب كره قدم قدام فريق كبير، وبالتالي التعادل ونقطه تعتبر مهمه اكيد بالنسبه لفاركو النهارده بالنسبه للتعادل. طيب بشكره طبعا كابتن احمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو. كمل معاكم الاخبار خاصه بالنادي الاهلي، كنا بنتكلم على مجموعه اخبار خاصه بالاهلي. كريم نيدفيد هي احد اللاعبين اللي ما خدش فرص كتير السنه دي، ما لعبش كتير، لعب كويس، جات له اصابه قعد فتره، اتخرج لاعاره، موجود دلوقتي في الاهلي ما بياخدش فرص كتير او ما بيلعبش كتير، وبالتالي الحديث في الفتره اللي فاتت ان هو ممكن يبقى موجود في صفقه تبادليه في اي مكان ممكن يكون النادي الاهلي محتاج فيه لعيب، ولكن الحديث عن عمر الساعي في النادي الاسماعيلي، وهو اللاعب حقيقه فكره الصفقه ان يبقى فيه كريم نيدفيد يروح الاسماعيلي وعمر الساعي هو اللي يروح الاهلي، دي برضو في ساعات لعيبه تقول لك لا انا مش عايز ابقى موجود في الصفقه دي، انا لا تسيبني فري يا تسيبني يعني ايه الا افضل في النادي، وده يمكن يكون تفكير عند نيدفيد في التعامل معاه في المرحلة القادمة لو مش هيكمل مع النادي الأهلي. طيب أيضا بيرستاو أحد اللاعبين الحقيقة برضو المهمين والمميزين في الفترة اللي فاتت مع الأهلي، في دلوقتي أحاديث بتروح له أو من خلال طبعا عدم لعبه بشكل منتظم إن كل العروض اللي جاية له هيتوافق عليها من كولر فقط لو كانت عروض رسمية، وان الراجل ما عندوش مشكلة خالص ان هو يرحل عن النادي الاهلي في حالة لو هناك عروض قوية ورسمية بالنسبة لبيرستاو، واضح ان خلاص الراجل عنده مجموعة من اللعيبة بيعتمد عليهم، بيرستاو ما بيلعبش كتير دلوقتي، طبعا المشكلة اللي حصلت ما بينهم قبل كده برضو مخلية الامور ممكن تبقى فيها ازمة ممكن بسيطة ما بين اللاعب والمدير الفني، وبالتالي يعني في حالة نهاية الموسم ممكن بيرستاو لو جاله عرض كويس ما فيش مشكلة يقدر النادي كمان يستفيد من بيرستاو وصفقته مادية. طيب بالنسبة لأوباما حتى الآن نادي الزمالك ما تكلمش معاه في عملية التجديد، هناك عروض هناك عروض بالنسبة لأوباما أبرزها نادي السواحلي الليبي، الحقيقة نادي السواحلي الليبي يعني واضح أن النادي غني ودايما بيفكر في اللعبة المصرية وثقته طبعا باللعيبه المصريه، وبالتالي اوباما جاي له عرض من السواحلي الليبي وبيقترب بشكل كبير من الدوري الليبي من خلال هذا النادي، خصوصا ان اداره نادي الزمالك حتى الان ما اتكلمتش معاه في اي تجديد.
طيب جوميز مصمم بشكل كبير جدا لنهايه الموسم ونهايه مباراه نادي الزمالك ان هو يفضل في عمليه التدوير. والله يعني هو اول بس هو الماتش الوحيد اللي الراجل ده يعني تعامل مع عمليه التدوير بشكل غير جيد كان ماتش البلديه. بعد كده الامور ها مشيت بشكل الى حد ما مش بطال، خصوصا ان انت بتبقى حاطط اتنين او تلات لعيبه ناشئين او لعيبه ما بتلعبش وبتلعب بتلعب دلوقتي بقى لها فتره مع لعيبه اساسيه موجوده. لكن يوم ماتش البلديه كله بقى من شتى انحاء الارض كانوا موجودين في ملعب نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك، فبالتالي طبعا شفنا اداء نادي الزمالك في مباراه البلديه بالشكل ده. فكره العوده لبعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا اعاره لنادي الزمالك وموجودين في انديه اخرى، يعني احمد محمود لاعب الجونه، جوميز ما عندوش مشكله خالص ان هو يعود في الموسم القادم بعد طبعا ما شافه كذا مره مع فريق الجونه واداؤه مع فريق الجونه. نادي زيد بيعلن التعاقد مع كابتن مجدي عبد العاطي لمده 3 مواسم اخرين. حقيقه واضح ان الكيمياء ماشيه بشكل كبير جيده مع كابتن مجدي عبد العاطي ونادي زيد، خصوصا ان هو نجح في وجوده مع نادي زيد بان هو يتاهل بيه للممتاز ثم العرض والعروض المتواجده الحقيقه لفريق زيد في الدوري الممتاز حتى الان، موجود في المركز السابع برصيد 44 نقطه حتى الان. ده بالنسبه لنادي زيد. النجم الكبير محمد النني بعد ما انتهى الماتش النهارده نادي الوحده نادي الجزيره الاماراتي اعلن التعاقد معاه رسميا في صفقه انتقال حر، يعني هم انتظروا ما بعد المباراه واعلنوها رسميا بالنسبه لمحمد النني نجم مصر ونجم نادي الارسنال سابقا ونجم الجزيره الاماراتي في التوقيت بقى الحالي اللي هننتظر منه الكثير والكثير. طيب نطلع لفاصل، دي اخبارنا، نطلع لفاصل ويعني اكيد كباتن مصر هيكونوا متواجدين معانا كابتن محمود ابو الدهب وكابتن ابو مسلم، وحديث طبعا هيكون عن منتخبنا الاولمبي لمباراه باراجواي انتهت منذ قليل مع المنتخب المالي وانتهت بفوز باراجواي 1-0، وبالتالي خلاص كده الفريق اللي هيلعبنا يوم الجمعه القادم هيكون فريق باراجواي منتخب باراجواي الاولمبي، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. هنكون طبعا متابعين لكل اخبار منتخبنا الاولمبي حتى هذا اللقاء. نطلع لفاصل ومكملين مع حضراتكم. يعني مصر مش هتنام من اللي انتوا عملتوه بصراحه. 700 دولار حاجه بسم الله ما شاء الله والله العظيم حاجه تفرح، حاجه الماتش دوت في تاريخ كل واحد فيكم. النهارده اثبتنا لنفسنا ان احنا نقدر نلعب ونكمل وان احنا نجيب ميداليه. النهارده هنبني على الماتش ده. الماتش ده ان شاء الله الماتش ده وكل ماتش هننزل ناكل اي حد قدامنا يا رجاله. اي حد قدامنا هناكله طول ما احنا رجاله في الملعب. ان شاء الله ان شاء الله. يا اللواء ميكالي تعالى 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 طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده كابتن ابو الدهب محمود ابو الدهب طبعا نجم النادي الاهلي السابق وكابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي السابق ونجوم البريمو النهارده. كابتن احمد ارحب بيك الاول. حبيبي يا روح وراك انت ضيفنا. كابتن ابو الدهب كل يوم موجود معايا برحب بيه دايما. ابو الدهب صاحب البيت احنا معزومين عنده يعني مش هسيبه النهارده. لا انا سعيد انا مش هسيبه النهارده. اخف دم في مصر طبعا. كابتن ابو الدهب حبيبي منور. حبيبي يا روح عارف انا كان نفسي مين في الحلقه النهارده؟ انت موصوف لي يا فاروق. انا يعني قول لي بس كان نفسي مين في الحلقه النهارده؟ كابتن صلاح. صلاح يا ريت لان المره اللي فاتت عمال يكلمك وانت مش موجود. خلي بالك اتفرجت على الحلقه؟ عجبني قوي. خلي بالك انا من المدربين اللي احسن مدربة مراكش. هو قال هنكسب اسبانيا النهارده يا باشا. ماشي يا عم تكسب اسبانيا. اسبانيا كان بتلعب بالصف الثاني. ايه ده خلاص صعدت ماشي بس لا انت مش عاجبك مكسب انا مش قلت مش عاجبني. انا قلت لك مش عاجبني ده بالعكس ده الحمد لله ان احنا كسبنا. انت كسبت بس الفرقه دي يا فاروق عندها نظام ريحت اللعيبه بتاعتها عشان داخله الدور الثاني. قصدي يعني قوه يعني انت برضه الثاني عمل روتيشن. عمل روتيشن غير ما تلحقوش. استنى هسيبه بس يا محمود استنى. انت اللي جايبك انا هو النهارده ماشي. لا انت بتتكلم. انت لعبت اداء جيد وكسبت
لكن انت يعني متوقع ان انت تكسب او تعمل نتيجه كويسه. ليه متوقع يا كابتن؟ لا انت يعني انت معاك مدرب. انت شخصيا لما شفت الاداء انا على الرأي انا على الرأي قلت الموضوع صعب. لا انا ما قلتش الموضوع صعب. انا قلت لك ان احنا هنوصل قلت زيزو يعني اداؤه مش حلو وكان لازم يترحل. قلت كده. انا سمعت ان انا صح. بقول لك انت بتتكلم على زيزو مش مؤثر مع المنتخب الاولمبي. لكن هو لعيب كوره عادي. انا شايف النهارده كان مؤثر انني افضل. والنهارده كان مؤثر ولا زيزو؟ يعني لحد ما الفرقه كلها كويسه. اعترف. اعترف بايه؟ اعترف ان الراجل كان مؤثر. ايه المشكله؟ ما هو لا انت الكوره لو انت فنيا لقيته كويس قول كويس. انت لازم تشجع المنتخب النهارده تقول الحمد لله على النتيجه وان انت كسبت وتوصل للدور الثاني وهتلعب بروجواي. فاعتقد ان المباراه اللي جايه هتبقى مباراه صعبه. لكن انت النهارده بتتفرج يعني انت حتى الراجل بتاع اسبانيا ابتدى ينزل اللعيبه الاساسيين بتاعته في الشوط الثاني. الاداء كان جيد. اللعيبه كانت رجاله بيأدوا بشكل كويس جدا. ابراهيم عادل اللي النهارده تفوق على نفسه احرز هدفين ولا اروع. شوف يعني الاخطاء قلت من الدفاع النهارده. يعني شفنا النهارده حتى كمان الراجل انا بتكلم على ميكالي لا مدرب كبير قوي مدرب عالي يا فاروق يعني لا المنتخب الاولمبي عنده شخصيه. يعني التغير في الاداء في الماتشين اللي فاتوا كابتن النهارده سببه ميكالي ان اسبانيا بس يعني ما لعبتش بالاساسيين مش على كده. لا انت عندك شخصيه عندك نص الملعب. انا مبسوط من نص الملعب محمد شحاته النني لا بيأدوا بشكل جيد جدا. عندهم تطور في الاداء بيلعبوا كره حديثه فاروق بشكلهم شكلنا حلو الاداء حلو بتمسك كوره في ثقه في الاخطاء قلت. يعني حتى النهارده لما طلع عمر فايد يعني الحمد لله ربنا كرمنا نزل محمد طاهر ربنا سترها يعني ما دخلش في يعني ما دخلش فينا اهداف. لكن الاداء في النهايه الاداء بشكل كويس جدا. لكن خلينا ارجع للكابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح ده راجل مدربي وحبيبي يمكن هو بيقول لك لا ارجع له انا انت براحتك. لا مش على ارجع له بس هو بيقول لك هنقول المستخبي يعني احنا دفنينه سوا كابتن صلاح. كابتن صلاح حبيبي ومدربي ومربيني. لا بس في حاجات هتقول هقول مش هسيبك. وانا هتقول ايه؟ لا كلها كوره. اولا انت قلت كمان قلت حاجه فروق غريبه. انت قلت حاجه غريبه قوي ان انا ضربت حكم اثيوبي. يا عم انا بتكلم انا ما قلتش على الهوا. انا بس انت قلت على الهوا. صح على الهوا صح. انت قلت على الهوا اثيوبي اللي انا ضربته. انا بس انت بتتكلم على المقاله. هجيب لك استاذ محمود السعداني الله يرحمه وكاتب كل الكلام ده يا فاروق. الكلام ده هاري. الكلام ده هاري. الكلام ده ما حصلش. ده المباراه هات الكابتن طارق مصطفى على الهوا. المباراه دي كانت في اثيوبيا. كنا بالمنتخب الاثيوبي ومع ايام الكابتن فاروق جعفر وكابتن الخطيب احمد فاحنا بنلعب. طب الحكم كان جنسيته ايه فاكر؟ كان سوداني. طب ما كانش حكم سوداني. يا ابن الحلال اتفضل. طب فهمني. طيب انا هكلمك. كان في الوقت ده الكابتن فاروق جعفر كان لما كان في حاجه في الكورنر ان هو كان بيطلع اللعيبه فكان طارق مصطفى بيرجع يمسك. تمام. فطارق تقريبا شد مع لعيب يا احمد فلقيت الليمان رافع الرايه فشد معاه وعمالين يتخانقوا مع بعض. فانا ببعدهم عن بعض فلقيت الحكم الرايه بعت للحكم فالحكم راح له راح جاي مدينا انا طرد. ده ما ضربتش لحكم ولا اتكلمت معاه. ده طرد كده بدون سبب؟ ده طرد من غير ما اعرف اي حاجه. حتى الكابتن الخطيب كان مدير المنتخب ساعتها خصم مني فلوس 200 دولار. خصم ليه طيب؟ ما هو خصم عشان انا اضطرت. طيب ما فانا بقول له فراح الحياه ابو ده حتى طارق مصطفى اقول له بعت لنا طارق انا مصطفى. طب انت النهارده بتقول محمود ابو الدهب ضرب حكم اثيوبي. انت بتقول حكم ابو الدهب جدد له سنتين والراجل انت بتقول ابو الدهب ضرب حكم اثيوبي. هات لي قرار ان انا حكم سوداني بقى خلاص انت ده ده حكم سوداني على فكره وكلمت معاه بالعربي يا فاروق ما بتكلم عربي سوداني. لكن انا لا ضربت حكم عمري ما كان عندي مشاكل مع حد على فكره وعمري ما عملت مشكله مع حد. استاذ محمود السعداني الله يرحمه كده كتب المقاله كده هباء يعني. ما هو استاذ محمود السعداني كان ما فيش حاجه بيكتبها فبيكتب انا لعبت كوره. ما فيش حاجه مش عارف والله العظيم كان كاتب والله انا فوجئت اصلا بالمقاله دي. ما كتب عن الكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكابتن كتب عليها كلنا كان بيكتب على لعيبه الاهلي في الفتره دي. لكن انا عمري الحمد لله رب العالمين لا ضربت حكم. بس هو كاتب ايه فاروق في المنشيت ايه كاتب؟ هو قال لك بقى كابتن ابو الدهب لاعب ملاكمه مش لاعب ملاكمه اكيد ضرب فيه بنيه يبقى فيه بنيه ابو الدهب معلش مين ده؟ رايك في الماتش النهارده؟ لا الماتش المنتخب على فكره في تطور على 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 فترات يا فاروق. يعني خلي بالك التطور في الماتش الاولاني طبعا كان كل الناس كلها زعلانه في الشكل والاداء والتمركز حتى بتاعت اللعيبه. الماتش الثاني فيه احسن شويه يعني كيرف ابتدى يعلى شويه.
الماتش الثالث النهارده جينا نتكلم اداء نوعا ما في في يعني في شكل كويس موجود للمنتخب بس ما وصلناش للتوب فورم يعني ده النهارده. طب انت متفق مع كابتن ابو الدهف في فكره ان انت النهارده عشان منتخب اسبانيا هو غير بعض من اللاعبين الاساسيين كان سبب كبير في ان شكل المنتخب نازل كده؟ هي دي حاله برضك من ضمن الحاجات موجود اكيد طبعا فريق بص اي 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 منتخب عنده نقط قوه ونقط ضعف. النهارده لما انا مدي الراجل الثاني اللي موجود معايا اكيد مستواه مش زي الراجل الاولاني انت فاهم ازاي اللي هو الراجل الاساسي مستوى اللاعب الاساسي بتاعه. فالنهارده على فترات حتى يعني المنتخب الاسباني الشوط الثاني الدنيا بقت اصعب شويه جابوا هدف بقى ضاغطين عليك بشكل كويس احنا رجعنا لورا حتى الشوط الثاني. بس انا بتكلم المجمل في الفتره اللي فاتت في الاحداث الموجوده باللعيبه اللي كانت اختيارات ميكالي بالظروف اللي كانت موجوده كلها نقدر نقول يعني في احسن حالات اللي منتخب النهارده نوعا ما ابتدى يشتغل التمركزات الدفاعيه بقت مميزه النهارده. جينا نتكلم النهارده على خط الدفاع مميز جدا بتتكلم على مثلا على عمر فايد بتتكلم على الديبيس النهارده كان كويس بتتكلم على حتى حمزه علاء كان مميز بتتكلم البكرايت قطه كان كويس النهارده كان مميز. فشايف النهارده خط الدفاع البكرايت كان احمد عيد ده قطه نزل يعني ما انا بقول لك يعني على الفترات اللي كانت موجوده اللعيبه خط الدفاع كان مميز بشكل كبير جدا. فبكلم النهارده في نقطه برضك مهمه جدا فاروق لازم نتكلم عليها النهارده اللي المنتخب ما راحش كتير بس اللي جات له خلصها عكس الفترات اللي كانت قبل كده كان المنتخب بيوصل للمرمى كتير جدا بس ما بيجيبش. النهارده حتى الكره بتاعت اسيست اللي عملها زيزو اللي هي الباص بتاعت ابراهيم عادل راحت في حته في زاويه في توفيق النهارده بشكل كبير جدا. ده منتخب اسبانيا برضو بيلعب على قد المباراه يا فاروق الناس دي بتحسب انا بالك يعني منتخب اسبانيا ده منتخب اولمبي يعني منتخب اول بص خلي بالك برضو زي ما موجودين منهم ممكن بص زي ما كابتن ابو الدهب بيتكلم كده الفتره المنتخبات الشباب والاولمبي خلي بالك منتخب الشباب اللي هو بتاع اسبانيا لسه واخد البطوله من المنتخب الفرنسي في السن دوت. فانا بكلمك اسبانيا ابطال اوروبا في السن منتخب الشباب والاولمبي فاحنا بنتكلم بطل اوروبا في الاول لا انا بكلمك مثلا لا انا بكلمك على السن ده بالذات في الفتره دي هم الشباب الاولمبي بتاعهم بكلمك المنتخب الاول في طفره موجوده زي ما احنا بنتكلم اللي هو خد البطوله الاخير بس انا بكلمك في السن الشباب الاولمبي هم مميزين جدا. فالنهارده شفنا اداء مميز نتمنى نمشي بقى على 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 ده يدي ثقه بقى للي جاي يعني هل تحقيق ميداليه من ماتش زي ده ممكن يخلي يبقى جوه اللعيبه انا ما انا بكسب بطل اسبانيا ايه المشكله ما اخد ميداليه يعني. ما لازم انا لازم اصدق نفسي لازم عندي ثقه في نفسي انا بتكلم النهارده كان في اهتزاز البطوله انت عارف في ناس بلغه الكوره كده فتره فاتت انديتها ما كانتش بتلعب يعني الوحيد اللي كان بيلعب ابراهيم عادل واسامه فيصل مع البنك الاهلي غير كده ولا الدبيس بيلعب ولا عمر فايد في فرقته حتى بيلعب نص الفرقه ما بتلعبش فاهم ازاي. فالنهارده لا النهارده تصدق نفسك اللي انت مميز لعيب عندك مقاومات لعيب كمان في الشكل العام انت بتتكلم يكون عندك السادس عمر فايد ليه سعر مميز في الماركت موجود اللي انت سادس واحد في البطوله سعره غالي يبقى انت عندك لعيبه كبيره. بس نتمنى ان شاء الله يمشوا على نفس السيناريو ده على الشكل دوت بغض النظر بقى عن ميكالي. انا شايف يعني شكل المنتخب بتاعنا الميزه عندنا اللي احنا الفتره دي ما عندناش شكل معين يا فاروق او هويه ماشيين عليها. احنا بنكسب يعني بنلعب الماتش بماتشه يعني النهارده كسبنا بشكل اللعيبه كانت فايقه النهارده في توفيق خايف بقى في الماتش اللي جاي يبقى عندنا بطولة يا احمد لازم تلعب ماتش بماتش وانت بتلعب النهارده انا مش بكلمك الشكل والهويه انت ممكن تمشي على شكل معين يعني مثلا جينا نتكلم على مثلا على كورش ما كان منتخب بس خلي بالك الاداء ما كانش وحش يعني انت لا في كوره وفي ان انت بتروح في تطور موجود في ثقه في الاداء ان انت بتمسك كوره من رجل الروح كمان مهمه جدا لا هي الروح موجوده ان انت يعني زي ما قال احمد ان انت صدقت نفسك ان انت تكسب انت ممكن تروح لحته ابعد لكن يكون في ثقه وفي اداء كويس جدا ولازم الاخطاء تقل بشكل كبير بس خلينا يعني انت واحد محلل يا كابتن كنتش متوقع ان ممكن منتخب مصر يكسب اسبانيا لا ادعو ما توقعش ابدا لان انت الاداء كان قدام الدومينيكا ما كانش كان في احباط طبعا لكن كان في مشاكل جدا لكن انت لما بتتفرج على باقي الفرق في البطوله لا انت بتتفرج على فرقه المغرب ده جبار ما شاء الله يعني ما شاء الله عليهم اتفرج على الارجنتين رغم انها اتغلبت من المغرب لكن فرقه كبيره جدا هتلاقي فرق ثانيه اليابان هتلاقي فرق كويسه يا فاروق لكن انت زي ما انت عندك انت لازم تصدق نفسك ان انت تكسب ان انت تدوس عشان تاخد ميداليه ايه المشكله ولما بنقول ان المنتخب مصر ياخد ميداليه الناس بتزعل ليه طب ما احنا عندنا لعيبه كويسه جدا ولاعيبه بمبالغ كبيره بشكل رهيب عندنا زي ما انت بتتكلم عن النني كان بيلعب في الارسنال بزيزو بيلعب في الزمالك بتلاقي عمر فايد راجل محترف بره مظهر عبد الرحمن او بلال مظهر عبد الرحمن محترف في فرنسا لكن انت عندك لعيبه وكلهم لعيبه كويسه جدا هي زي ما قال احمد المشكله الكبيره او المشكله اللي كان بتواجه مكالي في الحته دي ان في لاعب بعض اللاعبين مش اساسيين لكن بتلاقي ان هم بيادوا الاداء ده لا بشكلها كويس لكن انا بتكلم الفتره الجايه هتعمل ايه مع اللعيبه دي اللعبة دي لازم ترجع تشارك مع انديتها وتشارك بشكل كويس وتشارك بشكل محترم لان انت كمان اللعبة ديت
اول ما تيجي. وانا رايي ان كابتن حسام حسن هيبقى باصص على المنتخب ده ناخد بعض اللاعبين. هم دول اللاعيبه كويسه النهارده. انت بشوف محمد شحاته انا بكلم من الديفندرات بتموت نفسه، الراجل بيعمل تاكل وبيتزحلق وبيقع على كل كوره وبيكمل ورا الهجمه. النهارده بتشوف احمد عيد بكرايت كويس جدا ومباشر. النهارده حمزه علاء هو عاوز الثقه ان هو يقف تحت الثلاث خشبات ان هو يشارك بشكل كويس جدا يا فاروق. النهارده كريم الدبيس رغم ان هو خرج ممكن يكون خرج للاصابه لان هو ممكن يكون مصاب بشكل كويس جدا. كوكا يعني عندك كوكا لا لا كوكا لعيب كويس ولعيب جوكر ان انت بتقدر تغير في الملعب يا احمد ان انت بلعبته بكليفت وبيأديها بشكل كويس جدا. لكن محتاج ان انت الثقه ان انت تكمل يكون عندك الرغبه ان انت تجيب اهداف. كلمتنيش ليه على زيزو؟ مين دور زيزو؟ لا دوره زي اي لعيبه يا فاروق. يعني انا دوره المفروض احسن من كده. انا دوره يعني دور زيزو النهارده زيزو برده ما كانش موفق من وجهه نظرك يعني؟ لا عادي مش مؤثر بشكل كبير انا، لكن اللعيب بيأدي مع منتخب الاولمبي. انا حاسس ان هو بيأدي الواجب مع ان انت رايح تأدي واجب. يعني اداؤه ما اختلفش عن الماتش اللي فات مثلا؟ لا زي ما هو عمل الجون الاولاني وانا كنت خايف الفار يرجعها يكون فاول. لكن الناس تقول لك ان ابو الدهب مثلا زعلان، لا المنتخب انا مبسوط ان انت بتكسب، لكن انا مش مستني من زيزو ان انت 90 دقيقه تعمل لي كوره او تعمل لي كوره. زيزو كابتن ابو الدهب كابتن ابو مسلم انتوا الاثنين ابو النهارده شايفه زيزو. خلي بالك زيزو لعيب مميز، لعيب مهم. لا انا بكلمك النهارده اكيد احنا عارفين زيزو لعيب مهم. كلامك كان في الاوضه مش كده؟ لا ازاي يعني انا بكلم انا عارف انت هو انت هتفضل تجيب والله كلامك كان في الاوضه كده. ده بص اللي ما عجبوش هيقول لك اي حاجه بكلمك في الاوضه كده. استنى اوعدك هنا اوعى تتكلم قدام انا عشان اول ما دخلت ولا كابتن رضا ولا ابو ده اول ما دخلت لهم صوره الملاكمه خيط سخن علينا. انت طب انت ده كلامك جوه؟ ايوه طبعا. ما انت فاكر ايه؟ طب دخل اسلام يا انا بتكلم على لا زيزو فاروق لعيب مميز، لعيب عنده حلول. بس انت خلي بالك دي فتره من الفترات ممكن ما عندكش توفيق او الماتش الاولاني ما كانش حتى بنتكلم. الناس للاسف هنا في مصر برضك مستنيه اللعيبه الكبيره دي تعمل اختلاف 90 يعني طول الماتش تعمل له 50 اسيست و40 هدف. لا مفيش حاجه اسمها كده. الكوره دلوقتي بقى فيها تطور بشكل كبير. انا شايف زيزو لعيب مميز والنهارده فرق بشكل كبير. لسه برضك المعنويات احنا مش عايزين برضك نمسك الناس نفضل لعيب مش موفق نفضل نموت فيه. طب هاتوا لنا الفيديو يا جماعه بتاع زيزو النهارده. لازم برضو كابتن ابو الدهب بيشوف ان مش دور زيزو فقط فكره ان انت تلعب وتبقى كويس، دورك ان انت كمان كواحد من اللعيبه الكبار اللي انضموا المنتخب تبقى كابتن والقياده يعني لو عندك الفيديو يا ماجد يعني عشان انا عايز تعليق كابتن ابو الدهب النهارده على زيزو الحقيقه معاك. طب يلا يلا والله العظيم تاريخ طبعا تاريخ انت حققته تاريخ رجاله لعيبه رجاله انا كمان بيه. من قبل ما نيجي اول اجتماع عملنا انا والنني قلنا احنا جينا هنا عشان احنا مصدقين فيك وعارفين ان انتوا هتعملوا حاجه كويسه. بس خلي بالك احنا كل الناس كل الاجيال اللي قبل كده صعدوا من المجموعات يا جمال بيه. انا فاكر ان البيكر واللي هنصدق نفسنا يا جماعه. استنى يا جماعه بعد اذنكم ما تريحوش وخلينا ندي 200% الماتش الجاي. والله لو كسبنا الماتش الجاي انا هاخد حاجه اكتر من المركز الثاني. طيب ده دور زيزو حقيقه ودور النني اكيد طبعا كل اللعيبه الكبار في المنتخب طبعا يا فاروق. ما احنا بنتكلم هو راجل اللي هي القياده موجوده. حتى لو جينا نتكلم الناس كلها بقت الفتره اللي فاتت بتتكلم عن النني اللي هو منضبط ومستواه في ارتفاع وكلام من ده. لا زيزو برضك لعيب كويس يا جماعه. طب بصوا مشكله هو انت بص انا مش مصدقه صراحه. طيب خلاص مش مصدقني. ليه هو وجهه نظر انا وجهه نظر كده. هو بعد 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 كبير. بص هو لعيب كبير جدا وانا ما عنديش مشكله معاه، لكن انا بتكلم على في الكوره في الملعب يا فاروق. لكن انت النهارده انا ما اسمحش لاي لعيب ان هو يطلع يتكلم مع الجهاز بقلة احترام. خلاص هي نفسها والراجل على فكره ميكالي نفسه انا ما عنديش مشكله. ميكالي نفسه قال لك هي وقت النرفزه دي وعديناها على طول لان احنا عندنا هدف اكبر. انت الفتره اللي جايه لو انت ما خدتش قرارات صارمه الفتره اللي جايه هتلاقي كل اللعيبه اللي بتغير بتعترض وبتتخانق وبتعمل. امبارح قفشه برضه نفس الطريقه. بس اللعيب النهارده ما ينفعش اللعيب يتغير. انت بتتغير ده وجهه نظر. هي موجوده خلاص في الملاعب دلوقتي. انا ما اعرفش ليه موجوده لازم تتمنع. هي بقى لا فنيا لا ترجع سلوكية. ترجع للمدير الفني. لا ترجع للمدير الفني. انا بتكلم على قصدك مثلا الكولر مثلا شخصيه المدير الفني. لا وخلي بالك هو راجل قويه مع اللعيبه. لا شخصيته قويه الناس كلها بتتكلم عليه بشكل كويس. بس احنا بنتكلم في حاجه وفين مدير الكوره لازم هو يكون عنده ذكاء يا فاروق. انا لعيب لكن لازم مدير الكوره يبقى له دور. طب معلش انا عايز اقول لك على حاجه. واللعيبه اللي كان بتقعد احنا كنا لعيبه لما كنا بنشوف المدير الفني داخل كنا بنقوم نقف وكان التخين في الفرقه كان بيقف وكان في احترام. لكن عمرنا ما اعترضنا على التغيير وعمرنا ما زعلنا المدير الفني وانت تعلم هذا. لكن انا بكلمك على لعيبه
النهارده ما ينفعش كل حاجه اللعيب يزعل يتغير، تبص تلاقي اللعيب يحمر عينه للجهاز الفني وتلاقيه لعب الشوط الثاني. ما الكلام اللي بيقوله زيزو عشان يغطي الموضوع اللي حصل، هو ده كلام محترم. لا خلي بالك، لا لا كابتن، لا بص لعيب فرحان، ده كلام فرحان طبعا، فرحان طلعوا اول مجموعه على اسبانيا وبيديهم تحفيز للماتش اللي جاي. لا ازاي ما انت صدقت نفسك كسبت اسبانيا، انت لازم تصدق نفسك ان انت فرقه كويسه وفرقه اللي توصل لها بعد كده وتوصل. هو بيخلق لهم دوافع، لكن انا جاي بتكلم على زيزو، انت رايح مع منتخب الاولمبي اللي تديهم دفعه تديهم قوه بشكل كويس جدا، لكن انا ما عنديش اعتراض. انا عندي اعتراض ان انت لما تيجي تغير انت ما كنتش احسن حاجه مقدم في المباراه اللي فاتت، فالراجل اللي غيرك النهارده احسن ماشي، ده من وجهه نظر مدير فني. طب ما دي وجهه نظر مدير فني، ان الراجل شايف ان زيزو كان كويس ويكمل زي ابراهيم عادل يا فاروق. وانا بقولها من خلالك ان ابراهيم عادل ده اتعرض على النادي المصري ب 750,000 جنيه، الجهابزه بتوع لجنه الكوره في بورسعيد رفضوه، راح بيراميدز بمليون، النهارده بقى نجم المنتخب الاولمبي. ما انا بكلمك دي وجهات نظر الاجهزه ولاعيبه والكلام ده كله، لكن انا بتكلم على اللعيبه اللي بيحصل دلوقتي عمري ما شفته. هو النهارده بقى يا فاروق انا عايز اللعيب يبقى ملتزم، يبقى ملتزم فنيا وسلوكيا واخلاقيا. النهارده ما فيش لعيب يطلع يشتم الجماهير، ما فيش لعيب يحمر عينه للجهاز، ما فيش واحد العب 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 كوره بس العب كوره متعني عشان نشوف ان ما نطلعش نلعب كوره وبتشتم الجماهير، دي مشكله كبيره. ما ده غلط، لكن انا بكلمك يا فاروق انت بتتكلم النهارده على اللعيبه، ابتدت اللعيبه تزعل، اللعيبه تبقى قرفانه، هو لا سلوكيا ولا اخلاقيا ولا لعبا ولا لعب، يعني انت ما بتمتعنيش. لكن انت لما بتتبسط النهارده انا مبسوط ان احنا كسبنا المنتخب الاولمبي، كسبت اسبانيا حتى لو بالصف الثاني، انا عاوزك تكمل على كده، عاوز النهارده يبقى انت عندك قدوه للعيبه دي. انت ما سابلكش انك تقول رايك في زيزو على فكره كابتن ابو الدين. لا هو قاله جوه في خلانا خلانا في اتجاه انا في الاوضه انا خير. بص بص هو خلانا هو عايز يخلي بص يخلي رايه هو اللي لا انا شفته اتعلم من كابتن رضا، هو اتعلم من كابتن رضا. بص يا فاروق النهارده لو خد من كلام من زيزو قال لك حاجه ايه، صدقوا نفسكوا صح. اول انا قلت لك كلمه لعيب صدق نفسك، انت لعيب مميز لعيب كويس ادي اللي اشتغل عليه، بس احنا بنتكلم مش عايزين نعمل لود على حد. هي في نقطه بنتكلم، طب معلش طب دي ترجع لشخصيه المدير الفني وقوه المدير الفني مع في التعامل. ما انت خلي بالك معلش مانويل جوزيه ما كانش حد يقدر ينفخ قدامه وانت كنت معانا، ولا بقى اي حد يقدر يتكلم معاه ولا مدير الكوره. وخلي بالك لو هتتكلم هتقعد شهر في البيت مش هتمسك، هيقول لك روح في الثلاجه، وانت عارف هو شعاره كان يقول لك انت في الثلاجه تقعد بقى، انت شهر محطوط في الثلاجه ما تطلعش. فده اللي بنتكلم فيه. بس انا الاجانب عندهم مرونه واحترافيه عكس احنا، في ناس كده وناس كده ما بنعرفش نعملها. الدليل على كده خلي بقى عندنا مرونه واحترافيه، بس أقولك فكره حاجة. انك تعملها وتتوازن فيها دي بقى بتبقى فيها برضه المدير الفني حته كده ناقصه بياخدها على اللي هي نرفزه الملعب وانا ما انا محتاجه. اديك مثال صغير النهارده جاي نتكلم مصطفى فتحي لما بيراميدز الماتش اللي فات كان متخانق وطلع زعلان ماتش الاهلي صح ولا غلط؟ مظبوط. رجع عادي وبيلعب النهارده مفيش اي حاجه. في مديرين فنيين بيعرفوا انا ده هيكسبني، ما اقدرش اخسره دلوقتي بس بعد كده اقدر اخد الحساب اللي بعمله. وخلي بالك كولر بيعملها بشكل كبير، كولر عملها مع هو برده بيديك مثلا صور احنا بنتكلم خالد بيبو برده في عمليه الخصم خالد بيبو في روايح انا بكلمك عن نقطه معينه بيعمل في مدير. انا بقول لك شخصيه ولا مدير ولا انت بتقول لي مدير الكوره كابتن، انت بتقول لي مدير الكوره مدير الكوره. طيب انا مدير كوره، انا مدير كوره بس عشان انت جبت سيره مدير الكوره. ما انا مدير الكوره انا مدير الكوره، مش انا عندي لوائح بنفذها لما الاقي لعيب بيخرج عن مع الجيل ده ما تخصمش منه. امال اعمل ايه؟ مش هتفرق معاه، لازم توقفه ولازم تنزله يتمرن تمرنه مع الفرقه. انا محتاجه دلوقتي. ليه محتاج مين؟ لو واحد محتاجه خلاص يبقى كل اللعيبه تعمل ليه عزايا. لا مش ما انا بكلمك هو في وقت انا بتكلم مدير الكوره لازم يبقى شخصيته جامده وشخصيته قويه. أنا لازم يكون عنده مثلا فاروق للكلام ده، انت لما لعيب يغلط يا فاروق واحد يغلط واثنين وثلاثه لازم يبقى في حد، ولازم يكون في يعني صد للعيب اللي هو بيطلع بيخرج عن النص. ما ينفعش احنا بنشيد بقفشه كلاعب كبير جدا، لكن وجهه نظر الراجل حتى لو انت كويس مدير الفني ودي وجهه نظر ان انا خرجتك عشان انت ما اديتش دور او في لعيب بديل هينزل يادي الدور. لكن انا النهارده ما تبقاش انت بتلعب على السوشيال ميديا كلاعب كوره وحب الجماهير، لكن ده مش هينفعك. ما انا بقول لك مش هينفع، بيبقى حاجه صعبه يعني. دي اللي بيزعلك زي ما احمد دلوقتي بيتكلم على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي انا كنت بقول من اللعيبه اللي لازم تاخد فرصه الفتره اللي فاتت، لكن الماتشين بتوع الاهلي ما كانش موجود.
ما كانش ليه دور فالراجل خرجه. لكن انا مش عايزك تكذب محمد بيقول لك اصل الراجل لعيبه. طب ما انت خلاص خسرت البطوله هو خرجت بره البطوله هو لكن عايزك تنزل تكسبني الماتشين. ايوه هو عايز يكسبني طبعا اللي هو ماتشين الاهلي. لكن بعد ما انا بقول لك دي شخصيه مدير فني. خلي بالك في مدير فني زي ما اقول لك في ناس بتعملها صريحه وفي ناس بتعملهاش كده يعني. خلي بالك كولر برضك لما كولر خلي بالك المناوشات دي كلها مع بيرسي تاو عشان بقى له فتره بيرسي تاو كان عامل معاه مرات كده. غريبه انا قفشه دي يعني الموضوع كان قريب ان كان في مشكله ما بينه وما بين كولر يعني. ايوه ايوه بس رجع تاني والموضوع اشتغل. انا بقول لك بص في رجع تاني ولعب وهو كان كويس وبيلعب اساسي. انا بس اتضايقت بس ان اللعيب لازم ياخد باله ان مش كاميرا التلفزيون بس اللي موجوده ده كاميرات بالهبل بقى كلها قفشه 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 لعيب كويس جدا وطيب جدا ومحترم. والعايز عايز اقول لك على حاجه وهو افضل من امام عاشور الفتره اللي فاتت لما نزل كسب النادي الاهلي. لكن انا بتكلم على ايه ما ينفعش تخرج تعمل المشاكل دي او تعمل القلق اللي انت بالشكل ده لان انت لعيب كبير. لكن انت وجودك لازم تبقى موجود اساسي في الفتره اللي جايه لان انت بتادي بشكل جيد جدا. نزلت ماتش بيراميدز بتادي بشكل كويس نزلت الماتش اللي فات. لكن انا مش شايف انا بتكلم على اخلاقيا يا فاروق تمام. لا دي قصه ما الكره في الاخر كانوا دايما يقول لك ايه لو انت لعيب كويس بس انت الامور الاخلاقيه عندك مش تمام لا مش هتلعب مش ده اللي احنا اتعلمناه بالذات في الاهلي الحقيقه. الاهلي الاهلي الاداره اداره والجهاز جهاز واللعيبه لعيبه. انت تبقى تحت امر الجهاز الفني في اي وقت تلعب ما تلعبش انت تحت امر الجهاز الفني. انا اللينك الجاي ليك انت كله ما تقلقش كابتن قدام ايه النهارده ده النهارده عامل 5 جيجا ايه مفوهنا مش 8 يعني وصلنا 5 لحد دلوقتي فاضل 3 جيجا. طيب اسمحوا لي نطلع الفاصل ونكمل معاكم عشان مصر بعد الفاصل. طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية. كباتن انا عشان بس عايز اخش على الدوري المصري النهارده كان في ماتشات النهارده جميله جدا الاسماعيلي وبلديه المحله وبيراميدز وفاركو. الحقيقه الماتشات يعني بتحدد امور كتير جدا في وجود بعض الفرق في الدوري الممتاز. لكن خليني اقول لكم النهارده تقييمات المنتخب واللاعبين النهارده من خلال ادائهم. يعني هنبتدي بحمزه علاء. لو كابتن ابو الدهب شافه النهارده عامل ازاي واداؤه عامل ازاي تديله كام من 10؟ اديله 6 من 10 لانه يسال عن الهدف اللي دخل فيها رد فعله لما الكره اتلعبت بالدماغ ما كانش احسن حاجه. كان المفروض لازم يتحرك من تحت الثلاث خشبات وهو واقف على كوب رجليه. 6 من 10 6 من 10 8 8. طيب احمد عيد النهارده ياخد 8 8 احمد عيد شو وضعك في كره هو ضيعها النهارده الانفراد اللي في لا ده هو ده قطه لا لا ده كان قطه هم مش هيستلشوا على فكره قطه راح بتنين لا قطه اللي ضيع الانفراد اللي هو في الاخر اللي هو الحارس برضه طلعها كويس طلعت كورنا. طيب كام ابو ده كام ابو سلم 8 8 حسام عبد المجيد ياخد 7 لا حسام عبد المجيد 9 النهارده احسن ماتش فات بشكل كبير. هما اللي هو عمر فايد النهارده شايلين الماتش اللي طيب. غير الفتره فاتت عمر فايد تديله كام يا كابتن ابو سلم 9 كام 8 دبيس ياخد 7 8 النني ياخد 9 النني 9 محمد شحاته ياخد 9 برضه 8 ماشي. كوكا يا كابتن ياخد 8 لا كوكا 9 زيزو يعني عشان الهدف الاولاني ياخد 5 يعني تقعد تبص له اديله 0 كام يا كابتن؟ ده زيزو 8 النهارده 8 ماشي. ابراهيم عادل ياخد 10 لا ابراهيم 10 طبعا. اسامة فيصل 9 6 محمود صابر لا يعني 7 ما لهاش يعني ياخد 6 طيب محمد طارق لما نزل يا كابتن انت قلت ايه يا كابتن؟ يا ده ربنا سترها مع المنتخبين ياخد 4 في اخطاء يعني لا ما يعني انت في افضل يعني انت في المنتخب بعد كده يعني في افضل مع المنتخب افضل كلاعب ولا افضل كاداء؟ لا في افضل لو عنده افضل من كده لكن اديله 4 كابتن لا 6 هو احسن شويه. بلال مظهر يعني نزل في الدقيقة 80 يا فاروق لكن بين ملعبين خلي بالك ده 10 دقايق يا كابتن ما انا بقول لك النهارده وقت ال 10 يعني لعب في وقت يعني لكن ما لحقش ما ظهرش يعني اديله 4 6 ماشي. زياد كمال 3 زياد 4 ميكالي النهارده كابتن ابو ده لا اديله 10 من 10 مدرب كويس قوي يا فاروق اديله 8 8 مصر قدام باراجواي والكره اللاتينيه او الكره الامريكا الجنوبيه برضو
قريبين مننا برضو, احنا مش بعيد عن لا هو ده 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 يبقى المساق الحقيقي للفتره اللي جايه ان انت تبتدي تكسب. انت كسبت اسبانيا ودي تديك دافع قوي جدا, لكن انت المباراه اللي جايه هي مباراه الحاسم ان انت توصلك للادوار اللي قبل كده. اتمنى ان انت الاداء يكون احسن من كده وان احنا يكون عندنا شخصيه ونفس التشكيله كابتن نشتغل بيها. طبعا ما عندكش حد, هو التشكيل اللي موجود وان شاء الله يبقى عمر فايد موجود ما يبقاش مصاب وكريم الدبيس الفتره اللي جايه. كابتن ودنا كابتن مسلم نفس التشكيله اكيد نفس التشكيله. فهو هو الراجل بيشتغل بنفس التشكيل او نفس القوام الاساسي اللي عنده. وخلي بالك انا لعبت قدام باراجواي ده في كاس العالم في الارجنتين, احنا كسبناها 2-1. فهي شباب منتخب الشباب طبعا 2001 المدينه بتاع كاتشاو غريب. فهي هو منتخب مش ممتع في لعبه, بس هم عندهم قوة بشكل كبير جدا, عندهم عندهم شخصية, عندهم تحولات في ثانية في أقل وقت من الثانية. فأنا شايف اللي هو منتخب قوي لازم نعمل له ألف حساب. يعني المنتخبات اللي احنا أنا لعبت على أرض الواقع معاهم فهم أقوية جدا, صراع التكتيك بتاعهم في الملعب بيوقفوا بشكل كويس. فلازم حتى عاملين حسابنا اللي هو منتخب ما يسهنش بيه خالص, منتخب قوي جدا. طيب النهارده توقعت البلدية تكسب الفوز الكبير على الإسماعيلي كابتن أبو ده؟ يعني أدائها وبعد أول يعني بعد طبعا تغيير الجهاز الفني, كابتن كشري مشي, كابتن محمد مكي بيكون موجود أول ماتش قدام الإسماعيلي. الأمور الحقيقة مكسب النهارده للبلدية خلى الإسماعيلي وفاركو يعني إيه الأمور بالنسبة لهم ابتدوا إيه يقلقوا. يعني كانوا مطمنين, اعتقد انهم كانوا مطمنين وجونا كمان. لا واحنا قاعدين مع بعض يوم لا الصوت. يعني بص خليني اقول لك ان ما بعد الاسماعيلي فوق يعني نو 33 بنك الاهلي 4 يعني, لكن اسماعيلي وفاركو بالذات طبعا يعني الامور صعبت او يعني بقى فيها قلق. يعني ما انا بقول لك الكوره ورده فروق واحنا اتكلمنا يمكن, لكن انت يعني حتى المقاولين كسب الزمالك او البلديه كسب مكسب بعد فوات الاوان. فانت تتقال لكن برضو الكوره فيها كل حاجه فيها ورده. اسماعيلي عنده المقاولين الماتش الجاي, ما انا بقول لك هذه مباراه صعبه برضو ان انت فرقتين هيخلصوا على بعض, لازم فرقه تكسب, الفرقه اللي هتتغلبها تخلص, لان المقاولين بعد كده عنده النادي الاهلي, فانت محتاج ان انت تكسب. فدي المشكله. انا بقول لك مكسب بعد فوات الاوان يا فاروق. طب من بدري كنت لازم النهارده انت بتتعامل على المباراه ان انت عاوز 3 بونت باي شكل. لا وضيف على كده كمان انت مكسبك اللي كل الناس اللي حواليك كسبه. ما انا بقول لك انت فاركو النهارده بيتعادل مع بيراميدز اللي هو المفروض كان المفترض ان هو بينافس على الدوري. لكن ان انت النهارده لا وعامل اداء ولا اروع. حتى اتظلم في كوره ان في جون الاولاني, بس فاركو لو كان كسب كان استريح, كان استريح بشكل كبير جدا. لكن انت ما كسبتش, ما هي دي حلاوه الكوره ان انت في المنافسه بتاعتنا في الدوري يا فاروق من تحت من الناس اللي هتنزل. يعني انت النهارده من اول الجونه او من اول البنك الاهلي في مشاكل. لا انا بقول لك ده 34 انا بقول لك هو الاسماعيلي وفاركو كابتن. لا ما انت الاسماعيلي لازم يكسب, لان انت لو جيت كلمت على انت فاضل دلوقتي مثلا للبلديه 2 المقاولين 4 4 ايوه ما بقول لك المقاولين 4 المقاولين 27 دلوقتي لو خد المقاولين 21 يا كابتن المقاولين 21 البلديه هو 27 لا صعبه يا فاروق صعبه يا فاروق المقاولين يعني 12 نقطه بالنسبه ليه للمقاولين هي وعنده 21 نقطه صعبه بس انت كنت محتاج المقاولين محتاج 13 بونت انت خدت منهم 3 النهارده فاضل لك 10 لكن انت عندك مباراه صعبه لما الاسماعيلي اتغلب النهارده بقى اصبح الاسماعيلي بقى عنده مشاكل فانت محتاج المباراه يعني تستحق المشاهده مباراه المقاولين والاسماعيلي الماتش اللي جاي فالماتش اللي جاي الاسماعيلي مش هيفرط بس طبعا انا عندي بس عنده لكن انت هل الاسماعيلي هيفرط؟ لا الحاجه الثانيه ان فاركو برضو بيكسب يا فاروق وماشي هو التعادل بتاع النهارده فاركو يعني هو بيلم بنص مش في صالحه خالص طبعا بس حاول على اعرفش الماتشين اللي جايين اللي ممكن يحصل بس خلي بالك التعادل مع مين انت بتعادل مع بيراميدز وانت كنت متوقع ان بيراميدز كنت كسبان 2-0 ايوه انت كنت كسبان 2-0 وانت يعني دلوقتي الجون بالنسبه لك يعني هم استسهلوا المباراه يعني حتى انا بتفرج قبل ما نخش على هو لا جابوا جونين حلوين قوي يبقى في معاهم مدرب كويس جدا احمد خطاب يمكن مش معروف ايوه بس خلي بالك الظروف ظروف بيراميدز يا فاروق برضك كابتن عبد الله بتفرق بيراميدز مجهد بشكل كبير جدا ال11 دول هم اللي بيلعبوا نفس ال11 رمى الفوطه تقريبا هم خلاص اجهاد والدوافع عندهم قلت شويه فالنهارده كنت لازم تخلص عليهم النهارده بلغه الكوره الجدول, يعني. الجدول الجدول او الفتره دي ظلم الانديه دي يا فاروق يا احمد يعني طبعًا. انت بتتكلم على البلديه لاعب النادي الاهلي مرتين النادي الاهلي بينافس الفرق نفس الكلام انت كلام كابتن رضا كده يعني مش على كلام الكابتن رضا انت هتقول الحقيقه ولا نقعد نحط خلاص ما بس الكلام انا بتكلم كده على فكره ما هو الجدول انا بتكلم على استعانه انا بتكلم لا 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 ما تدخلش النادي الاهلي
النادي الاهلي هيلاعب اي حد، لكن انا بكلمك على المسابقات، على الجدول بتاع المسابقات. لا بس انت الحلقات اللي قبل كده ما كانتش كده، رايك الفتره اللي فاتت ما كانش كده في الحلقات؟ انا شفتك انا كنت بتفرج. انا ما شفتكش الا النهارده لسه. انا كنت بتفرج في الروح اللي بقالك. هو بتفرج يا انا بتفرج وبشوف. ايوه بس انا بتكلم يا فاروق، انا بتكلم ان انت الجدول الاهلي بيلعب بعد كده في مع فرق. انا ماليش دعوه بالاهلي، انا بقول لك الجدول ظلم الانديه دي، ظلم الانديه الصغيره اللي هي بتتنافس دلوقتي على الهبوط. فرقه زي فاركو زي بلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي رايح جاي ماتشين، بلديه المحله لعبت الاهلي ماتشين، فانا بتكلم الجدول ظلمهم ان انت لعبت اللي بينافس. تمام. لكن بعيد عن المنافسه بتاعت النادي الاهلي، كده كده النادي الاهلي هيكسب اي حد. عشان بس ما نقعدش نهري يا فاروق، النادي الاهلي اقوى فرقه في افريقيا وهيكسب اي حد الفتره اللي جايه. انا بكلمك النهارده اللي يطلع يقول لك بنالتي واللي يطلع يقول لك اوفسايد، لا ده انت بتتفرج امبارح على النادي الاهلي وانت قاعد مستني كوره امبارح بتاعت اسامه ابو علي. لا ضربه جزاء ده ضربه جزاء طبعا، ما خلي بالك مش محتاج النادي الاهلي، هي مش من رجلي الاولاني. بص يا فاروق دي خبرات اللي راسها فاروق هو. النادي الاهلي وانت عارف كده واحمد عارف كده، النادي الاهلي لما بيخش بينافس هياخد البطوله وهيكسب اي حد، لكن النادي لا مش محتاج حد يجامله. الراجل راح لحسابها ورجع للفار ورجع حسابها، لكن هو مش محتاج ان تقول لك ضربه جزاء مش ضربه جزاء، هو الراجل حسابها وجهه نظره ورجع للفار. وسيبك بقى من اللي يقول لك الاستمراريه اللي قال له والحكم قال له، لا ما كانش الكلام ده كله. النادي الاهلي كسب وكسب مكسب كويس جدا، لكن لازم تعترف ان النادي الاهلي جامد قوي، عنده احسن سكواد موجود في الدوري المصري، عنده احسن سكواد موجود في افريقيا وبيكسب. النهارده انت بتتكلم على اسامه ابو علي، لا ده لعيب متكامل، راجل بيجيب اجوان بدماغه وبرجله وبضربات جزاء وفاولات. لا النادي الاهلي ليه ضلته في اسامه ابو علي؟ النهارده بتشوف تالق حسين الشحات، بتشوف لعيبه كتير جدا متالقه، لكن النادي الاهلي مصمم على الدوري ويخلصه من بدري. هو عايز يخلص الاهلي طبعا. عايز يخلص في ماتشات فاروق شخصيه النادي الاهلي بتفرق. اللعيبه اللي اتحط في اخر 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 ماتشات دي اللي هو انا بفنش بقى اللعيبه عايزه برضو ايه، لو هي تعبانه على مدار الموسم انا لازم اكسب الماتشات دي كلها بحيث ان انا ايه شخصيات اريح بعد كده. فضل ماتشين ثلاثه انا مستريح. النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي كده، اللعيبه متعوده على الضغوط غير الانديه الثانيه. في انديه ثانيه مش متعوده على الضغوط، لما تحط على الضغط كتير وعلى المنافسه بتلاقي او النادي الاهلي ابتدى يجي من تحتيه يدبدب حواليه يروح خايف. اللعيبه كلها طبعا عندها توافق العصبي كلهم مكهربين، انت فاهم ازاي؟ فالنادي الاهلي دي صفه النادي الاهلي، دي شخصيه البطل اللي هو بيكسب ما عندوش اي حاجه. وزي ما انا قلت وهفضل اقول النادي الاهلي الموجودين من اقوى سكواد موجود في الدوري المصري النادي الاهلي، بعديه بيراميدز. انا قلت لك بعديه بقى الفرقه الثالثه سيراميكا. بيراميدز عنده جمهور. ايه بيراميدز عنده جمهور بنفس الشكل كانت ممكن تفرق في منافسته على الدوري. مش جمهور يا فاروق، مش جمهور، ده ده دوافع لعيبه وجهاز فني والحاجات دي كلها. سر فوز النادي الاهلي ببطولات طب ما المقاولين ما كانش عنده جماهير في الجمهور. ايوه ماشي اخد مره، لا ده خد افريقيا وخد 43 مره وخد. طب انا اقول لك على حاجه، لا مش بالجماهير، الجمهور يعني اساس. لا انا اقول لك على مثلا صور انت قلت عليه ده. طب معلش، طب ما مودرن فيوتشر ما خدت كاس اللي بتاع كاس الرابطه وما عندهاش جمهور يا جماعه. ما تقارنوش البطولات دي ماشي. انا بقول لك مثلا بس اهي خدت بطوله حسم بطوله مصر وافريقيا حسم بطوله في مصر. لا يعني انت قصدك ايوه مش بقول لك عايز اللعيبه من غير جمهور تاخد بطوله في دوافع يا فاروق والجدل وشخصيه المدرب. لا كابتن لا طب لا انا بقول لك بس بيراميدز خلي بالك، هو بيراميدز دي لعيبه عامله ازاي؟ ده لعيبه كلها لعبه منتخبات ولعبه اهلي وزمالك، انت هم مستنيين جماهير تحركهم. ماشي ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، هو الدوافع اللي عندك. انا وصلت لحد خلاص ما فيش حد بيضغط عليا، الصحافه ما حدش بيضغط عليا يا كابتن، في جمهور بيلعب بفريق تاني. كان عندك اداره قويه. ايوه طبعا كان عندك اداره قويه. لا انا بتكلم ماشي، انا بتكلم هنا اداره كويسه هنا اداره كويسه، هنا اداره فلوس كويسه هنا فلوس كويسه، هنا الفرق ايه؟ امكانيات لعيبه كويسه ازاي؟ هو طبعا فرق لعيبه فاروق، فرق لعيبه ودوافع. تاني حاجه فرق اداره طبعا، فرق اداره طبعا ماشي. في اداره اللي انا ابعدك خلاص ابعدك عنهم دخلهم جماهير في الماتشات. لا انا بتكلم بقى فاروق بقول لك اداره واداره. لا يعني بيراميدز ما دخلوش جماهير، مش مع الفرق في الاداره بس لا. حاله الاستقرار موجوده. انا في فرق دلوقتي اللي انا اداره دلوقتي بوفر لك كل حاجه محطوطش تحت ضغوط، في اداره كل شويه عماله دخلك في دساكر ودخلك في مشاكل ودخلك في كذا فيلم. فانت بتتكلم لا اداره غير اداره. النادي الاهلي سيستم اي حد يخش جواه ينجح بنظام النادي الاهلي يعني، شخصيه النادي الاهلي الجمهور هو بقى. انت بتتكلم والدليل على كده فاروق يعني، بص والدليل على كده في لعيبه. اسمعني بس يا فاروق، ايش فيها كابتن ابو الدهب؟ لعيبه مشيت من النادي الاهلي راحت بيراميدز نجحت؟ لا عشان الدوافع مختلفه واوضه اللبس النادي الاهلي مختلفه. فده اللي بقولك عليه، لازم يكون عندك دوافع وعندك اوضه لبس قويه وعندك كباتن فرقه وعندك طبعا جميل النادي الاهلي دي نمره واحد. بس انا بكلمك اللي كان متفوق هنا لما راح هنا الموضوع اختلف ليه؟ الشخصيه والدافع مش موجوده وخلاص احنا وصلنا للمكسب بتاعنا. والله الجمهور برضه ايه؟ والله والجمهور. طب الجمهور طب بس الجمهور النادي الاهلي حاجه ثانيه طول عمره كده. ده انا بقول طيب احنا نتمنى توفيق منتخبنا ان شاء الله، ده الاهم بالنسبه لنا بقى في الكام يوم اللي جايين. منتخب مصر ان شاء الله عنده مباراه امام باراجواي
يوم الجمعة الساعة 8 بأمر الله، كل التوفيق ليهم، ويبقوا نفس الشخصية اللي حصلت النهاردة كده، شخصيتهم في الملعب وزيزو بقى جيب جول النهاردة وأدائهم ده إن شاء الله، والنتيجة كمان ده نبقى مبسوطين جدا جدا، ونكمل مشوار الأولمبياد إن شاء الله مع منتخبنا الوطني. بشكرك كابتن مدهب حبيبي يا روح. بشكرك أبو مسلم حبيبي يا روح. أنا خلي بالك أخد الميكروفون منك النهاردة. لا ده أنا تعبنا صراحة، ده إيه المرة الجاية بقى؟ ده فتح سبرنت. آه ما هو كابتن رامي بيجي هنا مختلف، كابتن رامي بيجي هنا مختلف، هحس إن الناحية دي متفيمة. نورت نورت ابو سلم، نورت ابو الدهب حبيبي. بشكر حضراتكم، وان شاء الله بكره يكون مع زميلي اسلام صادق بامر الله.